صباح الخير يا دكاتره. النهارده هنتكلم على موضوع مش بس انتوا اللي هتبقوا عارفينه كويس، اكشلي كل الناس اللي ماشيه في الشارع عارفاه كويس يعني. فهيبقى مجرد انكم تبقوا انتوا يعني عارفين الساينتفك بيسس بيهايند اللي كل الناس عارفاه وكل الناس بتتكلم عليه، وبرده لو في ميس كونسبشنز موجوده يبقى انتوا برده يعني تعرفوا لا الكلام ده مش صح، الكلام ده ممكن نصححه ازاي بطريقه ساينتفك. اللي هو الكونترسبشن، يعني ايه كونترسبشن؟ يعني delay pregnancy، او يعني هي يعني prevention of pregnancy. اوكي it's a delay of pregnancy، او عشان نعمل proper spacing. على فكره في contraception بتتسمى برضه family planning وكده، وفي family medicine ده branch كبير قوي او تخصص كبير قوي وعليه اقبال جامد ويعني مهتمين بيه في كل حته في العالم، وابتدى برضه عندنا في مصر ده تخصص يحترم، فبيبقى بيزد عليه الكونترسبشن اند فاميلي بلاننج. طيب ايه الميثودز اوف كونترسبشنز اللي انتوا تعرفوها او سمعتوا عنها؟ اولا هي ميل ولا فيميل؟ يعني الكونترسبشن اولا هي كابل ديسيجن ولا سنجل ديسيجن، ميل او فيميل ديسيجن؟ اتس كابل ديسيجن. سو لونج اتس كابل ديسيجن يبقى هيبقى فيه برضو حاجات للميلز وحاجات للفيميلز، وهما الاثنين اللي بيتفقوا مع بعض ايه اللي يناسب الكابل دول. يعني لو حد منهم عنده سايد افكت ان هو يستخدم ميثود، فبالتالي البارتنر الثاني ممكن هو يستخدم حاجه من الكونترسبشنز. ايه انواع بقى الكونترسبشنز اللي انتوا تعرفوها؟ او تي بيز، بيلز، كوندومز، اي دي لوبس، ستيرلايزيشن، سكادجولينج، يبقوا عارفين التواريخ والمواعيد. افازكتومي، تايب اوف ستيرلايزيشن، تايب اوف ستيرلايزيشن اللي هو ميرسل ستيرلايزيشن. يبقى نقسمهم احسن بطريقه سيستماتيك عشان نبقى عارفينهم كلهم ولامينهم كلهم، بحيث ان لما تجي لك بيشنت كونسل عشان تبقى كونسل فور كونترسبشن انت تقدر تاخد منها بروبر هيستوري، تعرف منها اذا كان عندها اي ميديكال بروبلمز، اذا كان عندها اي كومبليكيشنز، جوزها برده تاخد منه هيستوري كده، بحيث انك انت تقدر توصل للميديكال ديسيجن ايه الاوبتيمم بالنسبه لها. ولو كان في كذا حاجه ممكن يبقى ساعتها بترشح لها تقول لها انت يناسبك كذا وكذا وكذا فانت تفضلي ايه. لكن لو مثلا ما يناسبهاش غير حاجه واحده او حاجتين يبقى ساعتها انت تاخد لها الديسيجن وتشرح لها ليه ما يناسبهاش اللي اختها ولا اللي خالتها ولا اللي بنت عمتها ماشيه عليه. فيعني مهم انك انت تاخد منها بروبر هيستوري عشان الكونسل. يبقى بنقسمهم لحاجه فيزيولوجيكال، فيزيولوجيكال كونترسبشن هي مش محتاجه حاجه من بره، وده اللي كانوا بيعملوه زمان قبل اختراع بقيه الميثودز اوف كونترسبشنز اللي احنا هنتكلم عليها. ففي حاجات فيزيولوجيكال وفي حاجات بارير انها بتاكت از بارير تو بريفنت السبيرمز من ان هي ريتش الاوفر، فبالتالي بريفنت الفيرتلايزيشن. في عندنا زي ما قلتوا اي دي او انترا يوتراين ديفايس، يعني حاجه بتتحط جوه اليوترس عشان تمنع ان هو يحصل بريجننسي. وفي عندنا هرمون الكونترسبشن، ودي طبعا كانت طفره شديده اول لما اخترعوا الهرمون الكونترسبشن اللي هي من بريفنت الاوفيليشن. وفي استرلايزيشن اللي هي تعتبر بيرمننت ميثود اوف كونترسبشن. نيجي نتكلم على اول حاجه اللي هو الفيزيولوجيكال كونترسبشن، زي ما انتوا قلتوا اللي هو سكادجولينج. يعني ايه سكادجولينج؟ يعني ايه؟ يعني ايه ما هي الناس اللي قالوا السيف بيريد او السكادجولينج او كده اللي هو ايه؟ بالظبط وقت الاوفيليشن كويس، يا اما في الانفيرتيليتي بنقول لهم يحصل تايمد انتركورس عشان يحصل بريجننسي، يا اما لو هي عايزه كونتراسبشن يبقى هيقول لها ما يحصلش انتركورس عشان ما يحصلش بريجننسي. طيب هل في بري ريكوزيت لقصه استخدام السيف بيريد دي؟ ريجولر سايكلز طبعا، لو سايكل هي ايريجولر هتعرف منين وقت الاوفيليشن. لو هي بتقول لك انا الدوره عندي ملخبطه، انا بتجيلي ساعات كل 30 كل 28 كل 45 كل مش عارف ايه، طب خلاص يبقى انت يو ويل نيفر نو الاوفيليشن بتاعها هيبقى امتى. فهي محتاجه جدا لو انت هتستخدم السيف بيريد دي ان هي يبقى عندها ريجولر سايكلز عشان تقدروا تقرروا او تقدر تحدد لها امتى يوم الاوفيليشن، فبالتالي امتى الوقت اللي ما يحصلش فيه انتركورس او يحصل بروتكتد انتركورس عشان ما يحصلش بريجننسي، فبالتالي لازم يبقوا ريجولر سايكلز. هل في بري ريكوزيتس ثانيه؟ يعني اي كابل ممكن تقول لهم على السيف بيريد مثلا واستخدامها؟ يبقى ويل كالتشرد ايدوكيتد، يعني ما ينفعش تبقى هي مش بتعرف تعد ولا تحسب ولا كده وتيجي تقول لها وقت الاوفيليشن، خصوصا انك انت مش بتحدد لها تاريخ، انت بتقول لها فيرست داي اوف بيريد اليوم العاشر لنزول الدوره لمده اسبوع، ده يحصل بروتكتد انتركورس لو انت مش عايزه
pregnancy او يحصل timed intercourse يوم او يوم لا لو انت عايزه pregnancy. طبعا من الحاجات الغريبه جدا ان هو تلاقي chapter infertility بعديه chapter contraception عندنا في الكتاب. فيعني على حسب انتوا عايزين ايه، يعني عايزين ان هو يحصل او هي كابل عايزين يحصل pregnancy ولا يحصل contraception. فبالتالي السيف بيريد دي محتاجه انها تبقى عارفه السايكل بتجيلها كل قد ايه، وما ينفعش تبقى هي مره كل 35، مره كل 22، مره كل 30، بالرغم ان دي ريجولر تعتبر ريجولر، بس انت يو ويل نيفر نو بقى انك تقول لها اليوم العاشر المره دي، لان المره دي هتجيلها البيريد كل قد ايه. فهي لازم تبقى فعلا فيري ريجولر سايكلز اللي هي بتيجي كل شهر نفس القصه، عشان تقدر تقول لها ازاي ان هي تحسب السيف بيريد بتاعتها اللي هي من داي 10، من داي 10 لنزول البيريد. طبعا احنا مش بنقول من نهايتها، من يعني 10 يوم لنزول الدوره من داي 10 لمده اسبوع، هو ده الاسبوع بتاع اللي ممكن يحصل فيه بريجننسي. فبتقول لها ان هو في الوقت ده ما يحصلش انتركورس، او لو هيحصل انتركورس لازم نستخدم بارير ميثود، لازم نستخدم بارير ميثود عشان ما يحصلش بريجننسي. تفتكروا الافيكسي بتاعت حاجه زي كده اخبارها ايه؟ هاي افيكسي ولا لو افيكسي؟ لو افيكسي بالظبط كده. فهي طبعا ما لهاش سايد افكتس، وفيري تشيب وايزي وافيلبل وكل حاجه، دي مش محتاجه حاجه اساسا غير ان هم يبقوا كالتشرد وتبقى هي عندها ريجولر سايكلز، بس برضو الافيشنسي بتاعتها بتقل، الافيكسي بتاعتها بتقل. فعشان كده كل حاجه ليها الدروباكس بتاعتها، هم اللي يقدروا يحددوا مع بعض يعني اذا كان دي بقى بالنسبه لهم هتبقى اوبتيمم ولا لا. برضو من ضمن الفيزيولوجيكال ميثودز ان هو حاجه اسمها كويتس انتربتس. يعني ايه كويتس انتربتس؟ يعني انتربشن اوف ذا كويتس او الانتركورس، انه قبل ما يحصل ايجاكيليشن يبقى يحصل ويزدرول اوف ذا ميل اورجن، بحيث ان الايجاكيليشن يحصل اوتسايد، الايجاكيليشن يحصل اوتسايد، فبالتالي ان هو ما يحصلش ان السبيرم يميت الاوفر. برضه نفس القصه، ما هو ممكن يبقى الفلويد اللي بيبقى موجود في الاول في فتره الفور بلاي ممكن يبقى فيه سبيرمز، فبالتالي برضه يحصل فيرتلايزيشن. فالافيكسي بتاعه الكويتس انتربتس نفس القصه، برضه الافيكسي بتاعتها قليله. وقت البريست فيدنج او اللاكتيشن بيحصل اوفيليشن ولا لا؟ لا. ليه؟ عشان هاي برولاكتين، برولاكتين عالي بيعمل انهيبيشن للاكسس كويس، فبالتالي ما بيحصلش اوفيليشن. يعني في حاجه اسمها لاكتيشن، لاكتيشنال كونتراكشن، او اكشلي هي لاكتيشنال امينوريا. يعني فعلا لما بتكون هي بترضع نظيف، يعني نظيف يعني مش بتجيلها بيريد وقت الرضاعه، هتقول لك انا برضع نظيف انا مش هحمل، يعني هنقف عندها الكلمه دي. بس اللي بترضع نظيف اللي عندها لاكتيشنال امينوريا 60% منهم بيبقى عندهم انهيبيشن فعلا للاوفيليشن، يعني ما بيبقاش في اوفيليشن. فشي كان ديبند اون ذيس ميثود فور كونتراسبشن. ايه رايكم؟ لا، ده بنقول 60%، يعني في 40% هيحملوا وهم عندهم لاكتيشنال امينوريا. فبالتالي لازم نبقى ما نشرح لها القصه دي، نشرح لها تقول طب خلاص لما يبقى يجيني منسس اللي ساعتها هقول ان انا I'm not protected، I'm breastfeeding، بس I'm not protected لان بيجيلي منسس فممكن يحصل لي ovulation. هو انهي اللي بيحصل الاول، الاوفيليشن ولا المنستريشن؟ الاوفيليشن بالظبط كده. يعني هي هتبقى بترضع، بقت irregular breastfeeding شويه، فبالتالي البروتكتيف ليفل نزل شويه، فبالتالي حصل ريليز فروم ذا انهيبيشن اوف اوفيليشن، فبالتالي حصل لها اوفيليشن. ممكن لو حصل انتركورس ان هو يحصل بريجنسي تكمل في امينوريا ديو تو بريجنسي وليس ديو تو لاكتيشن. فهي شي ويل جيت بريجننت بيفور هافينج هير منسس، فبالتالي ما ينفعش تعتمد على هذه الميثود حتى لو هي عندها لاكتيشنال امينوريا. يعني ايفن حتى لو هي عندها لاكتيشنال امينوريا يعني بترضع نظيف، ما ينفعش تعتمد على هذه الميثود في الكونتراسبشن، لان ات تايم هيحصل الاوفيليشن بيفور منستريشن. لو كانت المنستريشن بتحصل قبل كان يبقى دي حاجه لطيفه، وهيجي لك مثلا الارمين ساين خلي بالك ابتديتي تبقي اوفيلابل، مش ده اللي بيحصل. بيحصل الاول الاوفيليشن وبعدين بعد كده تنزل المنسس لو ما حصلش بريجننسي، لكن لو حصل بريجننسي هتكمل امينوريك ديو تو بريجننسي وليس ديو تو لاكتيشن. فعشان كده حتى اللي بتجيلك مثلا واحده تقول لك انا عندي لاكتيشنال امينوريا، انا بقالي مثلا انا والده بقالي 5-6 شهور وبرضع نظيف، انا عايزه استخدم حاجه لمنع الحمل، ركب لي مثلا لولب. ما ينفعش تركب لها غير لما تعمل لها بريجننسي تيست عشان تتاكد ان هي از نوت بريجننت، لان ممكن تكون هي بريجننت وهي مش واخده بالها او مش عارفه. فبالتالي برضو الافيكسي بتاع قصه اللاكتيشن الامينوريا دي قليله. فلو هي عايزه تعمل 100% كونتراسبشن، واكيد اللي عايزين يعملوا كونتراسبشن عايزين يعملوا هاي افيكسي، مش اللي هو سايبينها كده يعني جت ما جاتش خلاص. فبالتالي هتبقوا الميثودز دي البنك بتاعها ان هما تشيب وايزلي افيلبل، وطبعا ما فيش سيستميك سايد افكت، هي ما استخدمتش اي حاجه من بره ولا اي ادويه ولا حاجه، فما فيش اي سيستميك او هرمونال سايد افكت. لكن السايد افكت الاساسي بتاعها اللو افيكسي، اللو افيكسي. وطبعا نيد ريجولر سايكلز لو احنا بنتكلم على السيف بيريد وكالتشرد ويل كالتشرد كابلز، ده لو
بنتكلم على الريسيت فيلد وعلى كمان الكويتس انتربتس عشان التايمنج بتاع الويزدرول يبقى متظبط ما يحصلش ان هو يحصل ايجاكيوليشن انسايد وبعدين ايه ده طب ما هو خلاص كده ممكن يحصل براكتس. في سؤال في الفيزيولوجيكال ميثودز دكتور، هو في الريسيت فيلد والكويتس انتربتس لو هو الريجولار سايكل والويل كلتشر لا 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 يمكن نيفر كنترول لان احنا بنقول حتى في الكويتس انتربتس ايفن الفلود في سبيرمز كويس وبرده الاوفيليشن ما انت تعرفش ان هو ممكن قوي تبقى بتجيلك كل 28 مرات جت 30 يبقى كده اليومين دول فرقوا ما احنا بنقول اليومين دول فرقوا فبالتالي يحصل بريجننسي فنيفر ايفر ان هي تبقى هاي افكس يعني ممكن توصل ان هو حتى عشان كده هنشوف دلوقتي ان احنا بنكومباين الاثنين دول مع بعض عشان نزود الافكس لكام ل 80% ل 85% لكن عمرها ما بتوصل زي الاي دي والهرمون ان هم 99.9 وحتى اللي بيبقى فيلير ميثود من الاي دي والهرمون دي ما بتبقاش ميثود فيلير بتبقى يوزر فيلير وليس ميثود فيلير يعني مش الميثود هي اللي فيل لا الميثود مش هتفيل هو اليوزر اللي استخدامها هو اللي فيل انها ما تاخدهاش ريجولر مثلا البيلز الاي دي بقى اتزحزح من مكانه فبالتالي يعني كانت مشكله فحطه او شيله او واتفر ان هو زي ما هنتكلم دلوقتي لكن كميثود فيلير لا طبعا الميثود فيلير هنا عاليه قوي عشان كده دايما بنستخدم معاها البارير اللي هو ايه نقول لها وقت السيف بيريد ما يحصلش انتركورس او لو هيحصل يبقى بكوندوم فعشان نبقى باكينج اب القصه دي بلس ان هو ممكن قوي برده مع اللاكتيشنال امينوريه ان هي عندها امينوريه برده نقول لها طب استخدمي برده كوندوم عشان نحط اثنين مع بعض بالتالي نزود الافيكاسي بتاعه الميثود اوف كونتراسبشن اللي هي بتستخدمها عشان توصل لحاجه 80% مثلا فبتزود الافيكاسي بتاعتك لكن ما بتوصلش ل 100% عشان كده برده هتلاقي انه الكوندوم طبعا لو بنتكلم على بارير في انواع من البارير انا ليه عمال اقول كوندوم لان الموست كومن يوزد بارير فورم اوف كونتراسبشن هو الكوندوم بيأكت ازاي الكوندوم سواء ميل او فيميل في فيميل كوندوم وهنشوف صور بيأكت ازاي الكوندوم بيبريفنت الميتنج اللي هو الفيرتلايزيشن يعني عشان الكوندوم ده بيحصل الايجاكوليشن انسايد الكوندوم نفسه وبعد كده بنشيل الكوندوم فبالتالي يعني المفروض ان ثيوريتيكلي ما كانش فيه اي سبرم وصل دخل السيرفكس يعني ما كانش فيه سبرمز في الفاجينا فبالتالي في سبرمز دخلت في السيرفكس او عملت لها فيرتلايزيشن عند الفالوبيان تيوب فده ازاي بيأكت فهو اتس بارير عشان كده بنسميه بارير فيزيكال بارير اتس بارير فورم اوف كونتراسبشن او فيزيكال بارير ايه البنفيت بتاع الكوندوم؟ الافكسي مش هاي قوي برضو لانه ممكن يحصل رابتشر للكوندوم للليتكس ماتيريال دي فيعني فالافكسي مش فيري هاي بس هو ليه حاجه بنفيشال بريفنت اجنست اس تي ديز لان هو برضو زي ما بنقول هو فيزيكال بارير فبالتالي لو الميل حتى عنده سام فورم او اس تي دي او الفيميل عندها سام فورم او اس تي دي مش هيحصل الكونتاكت ما بينهم فعشان كده بيبريفنت اجنست اس تي دي يمكن هو دي الميزه بتاعه الكوندوم ان هو بيبريفنت اجنست الاس تي ديز بس طبعا ممكن ان هو يحصل رابتشر ممكن يحصل الكوندوم ده يبقى سليب فبالتالي الافيكاسي بتاعته ما بتبقاش عاليه قوي وطبعا لو هي برده عندها الرجي اجنست السبستانس بتاعه الكوندوم ده هيجي لها انفكشن فلازم تبقى يعني ما بتستخدمش لو هي كانت عندها الرجي اجنست السبستانس دي فبنقول لها تستخدم ميديكيتد لان في فورمز كتيره قوي وبيزودوا ليها الوان وكيميكلز وبرفيومز وحاجات غريبه كده فبالتالي يعني ما تستخدمش هي الحاجات دي او يعني ما تستخدمش هذه الانواع من الكوندوم تستخدم الميديكيتد بس عشان لو هي عندها الرجي اجنست الماتيريالز دي فالحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في البارير كونتراسبشن او الفيزيكال بارير الكوندوم سواء كان ميل او فيميل كوندوم في حاجتين تانيين مش موجودين في الكتاب بس ما ينفعش ما يبقوش موجودين في الكتاب فلازم يعني لازم تبقوا عارفينهم ما ينفعش تبقوا مش عارفينهم فبالتالي انا هوريكم صورهم عشان بس تبقوا انتوا ده طبعا الميل كوندوم والفيميل كوندوم الميل كوندوم هو الميل بارتنر هو اللي بيحطه على البينس بحيث ان هو يعني اكت از فيزيكال بارير بالنسبه للفيميل كوندوم هي بتحطه في الفاجينا يعني هي بتفرده في الفاجينا بيفور انتركورس بحيث ان الانتركورس برده يحصل في الفيميل كوندوم طبعا ده مش وايد سبريد يعني مش تلاقوه منتشر قوي هو دايما لما بتقول كوندوم او بيروح يشتروا كوندوم بيبقى الميل كوندوم لان هو سهل استخدامه اكتر وهو
ينفعش تستخدم الكلام ده. ده الفيميل كوندوم اللي هي بتفرده او بتحطه في الفاجينا، بتفرده هي في الفاجينا بيفور سكشوال انتركورس، بحيث ان هو يحصل الانتركورس انسايد الكوندوم، فبالتالي الايجاكوليشن يحصل انسايد الكوندوم، بعد كده هي بترمي هذا الكوندوم. دول بقى اللي هو السيرفايكال كاب. ايه بقى السيرفايكال كاب والفاجينا دايفرام؟ الاثنين دول انواع من الفيزيكال بارير، الاثنين انواع من الفيزيكال بارير. ده السيرفايكال كاب، وفي حاجه ثانيه او السيرفايكال كاب بتحطه هي على السيرفس اللي بتدخله، هي اللي بتدخله، يعني هي بتعمل لنفسها زي بي في، زي ما بتدخل مثلا اي سابوزيتري بيستخدم في وقت الانفكشن او whatever، فهي بتدخله بحيث ان هو ليه حاجه كده، يعني هو ده المنظر بتاعه. افتكروا هتركبه ازاي؟ البتاعه اللي طالعه دي هتبقى فين؟ فيتنج على السيرفكس طبعا، عشان تقفل السيرفكس اكت از بارير، زي فله، زي حاجه تسد السيرفكس، يعني بحيث ان هو ما يوصلش السبيرمز اللي ديبوزيتد في الفاجينا وقت السكشوال انتركورس ما يخشش جوه السيرفكس، فبالتالي يمنع الفيرتلايزيشن. فهو ده، وبيبقى زي نيجاتيف سكشن بريشر، يعني هي اول ما بتقرب وتحطه تلاقي ان هو زي انه يعني حصل نيجاتيف سكشن بريشر، بعد كده بعد الانتركورس، بعد نص ساعه بعد الانتركورس، عشان نتاكد ان السبيرمز دول بقوا داد حتى لو موجودين في الفاجينا او هي تتشطف او واتيفر، بتروح شايله بقى هذا السيرفايكال كاب، ممكن بتغسله ومش عارف ايه، وتروح حطاه في البوكس زي ما شفنا، لان هو ده رابر، فبتاعي مش ديسبوزبل، يعني ده ممكن ان هي ريوز اهو، بتروح بقى منظفاه وحطاه بحيث انها تستخدمه بعد كده. هل ده بريفنت اجنست STDs؟ لا، مش بريفنت اجنست STDs، بس السيرفايكال كاب ده من الميثودز اللي كان يوز جايز. زي عارفين زمان كان الناس اللي بتخيط كانوا بيلبسوا حاجه في صباحهم عشان ما يتقع، حاجه شبه كده، حاجه شبه كده كويس، عشان يعني هو ده اللي بيتحط على السيرفكس او السيرفايكال كاب. السيرفايكال كاب في منه مقاسات عشان المالتي بارا والنالي جرافيدا او كده، فالسيرفكس ممكن يبقى اكبر شويه في المالتي بارا، في منه مقاسات وبيتباع في الصيدليات، موجود طبعا في مصر وبره مصر، لكن استخدامه مش منتشر قوي لانه الستات بيخافوا ان هم يحطوه، بيخافوا يركبوه، ما تبقاش عارفه هي حطيته صح ولا لا، وطبعا ده مش ممكن تروح للدكتور عشان تركبه، هي المفروض تعرف تركبه لوحدها وتشيله برده لنفسها. فده بالنسبه للسيرفايكال كاب مش موجود عندكم في الكتاب، فبالتالي مش هتتسالوا فيه، بس ما ينفعش ما تبقوش عارفين. وده الفاجينال دايفرام، الفاجينال دايفرام نفس الفكره برده، يعني بتلاقوا زي رين كده بس في النص في دايفرام او في حاجه، يعني في رابر ماتيريال، بحيث انه بيأكت برضو از فيزيكال بارير، بس استخدامه اسهل لان هي مش لازم تلبسه على السيرفيس، هي جاست ان هي بتحطه بتوين ذا انتيرير اند بوستيرير فورنكس كويس، يعني هي بس يبقى سبريد، يعني بتدخله هو رابر، فبالتالي ممكن تدخله هو مقفول وبعدين تسيبه ان هو يبقى يتفتح، والفاجينا هي اصلا بوتنشال سبيس، فبالتالي بقى بارير اجينست الفاجينا من تحت والسيرفيكس من فوق، وممكن يحصل، وبالتالي لما يحصل هنا انتركورس مش هيحصل انه السبيرمز تخش جوه السيرفايكال كانال وتريتش وتعمل فيرتلايزيشن. فده بالنسبه للفاجينال دايفرام، برده في منه مقاسات عشان المالتي بارا والنالي جرافيدا، لان النالي جرافيدا دايما الفاجينا بتاعتها بتبقى مور تايت عن المالتي بارا، فبالتالي هي لو بقت مالتي بارا لو تخنت كده فهي لازم تغير السايز بتاع الفاجينال دايفرام اللي هي متعوده تستخدمه. نفس القصه برده بتحطه في بوكس وبتنضفه وتستخدمه ريوزبل، يعني مش ان هو بيبقى ديسبوزبل زي بتاع الكوندوم. فكده انواع الفيزيكال باريرز اللي هو الكوندومز وميل او فيميل كوندومز، ودي اكتر حاجه بتستخدم هو فعلا الميل كوندوم. في عندنا فاجينا دايفرام، في عندنا سيرفايكال كاب، في حاجه اسمها كيميكال بارير او سبيرميسايدرز، يعني حاجه بتقتل السبيرمز، ماتيريال بتقتل السبيرمز، برضه ما بنستخدمهاش لوحدها، هي ممكن تبقى جل تحطها هي في الفاجينا، تحطها امتى في الفاجينا؟ قبل الانتركورس على طول، بالظبط جاي بتقول لها بتستخدميها قبل الانتركورس على طول، ولو يعني تحطيها قبل الانتركورس مثلا بنص ساعه، لو الانتركورس اتاخر بتحط تاني عشان الماتيريال دي تفضل افكتيف كويس في حق السبيرميسايدرز. بس برضه الكيميكال باريرز استخدامهم لوحدهم هيبقى اوف لو افيكسي، عشان كده بنقول لها تستخدمه لو هي هتستخدم عشان كاب او سيرفايكال كاب او فاجينا دايفرام، تحط تمبريجنيت الكاب او الدايفرام ده بسبرميسايدال ايجنت عشان تزود الافيكسي بتاع استخدامها. وبتلاقوا برضو ان شركات الادويه اللي بتعمل الكوندوم حاطه امبريجنيتد الكوندوم ده في سبرميسايدال ايجنت كويس، طبعا الافيكسي بتاعته هتقل لانه يعني ده قاعد كتير كويس، بس الفكره ان هو يعني لازم استخدام او يعني اتس بيتر استخدام او نكومباين الفيزيكال مع الكيميكال بارير
عشان نزود شويه الافيكسي بتاعت الباريرز اللي احنا بنستخدمها. فعشان كده بنكومباين الفيزيكال مع الكيميكال بارير. في سؤال في الباريرز يا دكاتره؟ ايه البنفيت بتاع الباريرز؟ تشيب وايزي وافيلبل وما فيش سيستميك سايد افكتس الا لو في الرجي من الماتيريال دي، فهي بتغير نوع الكوندوم او نوع او لو في برضو الرجي من الرابر ماتيريال بتاع سيرفايكال كاب او دايفرام، فهي بتحاول تستخدم حاجه تكون الماتيريال بتاعتها هي مش الرجيك ليها كويس. والميزه القويه بتاعه الكوندوم ان هو بيبروتكت اجينست STDs بالظبط كده. فده البنفيت. ايه السايد افكت؟ الافكسي بالظبط كده، اللو افكسي بالظبط، هي اللو افكسي. وطبعا لازم الست تبقى عارفه استخدام ازاي تستخدم طبعا الكاب والدايفرام كويس، فمحتاجه شويه ان هو تبقى اندرستاندنج و يعني كالتشر شويه. وبرده نفس القصه لازم يبقوا هما الاثنين متقبلين استخدام الكوندوم، لان كتير قوي بتلاقي ان هو الميل بارتنر مش عايز يستخدم الكوندوم او الفيميل بارتنر مش عايزه الميل يستخدم الكوندوم، فبالتالي يعني لان ممكن تاثر شويه على السكشوال ساتسفاكشن بتاعه، فبتلاقوا استخدام الكوندوم او ان هما محبذين او مرحبين باستخدام الكوندوم قليل شويه بالذات في الميدل ايست. غير بره طبعا بيبقى استخدام الكوندوم ده منتشر جدا. فده بالنسبه للسايد افكتس بتاعته، ما لهوش كونتر انديكيشن غير لو هي هما مش عايزين طبعا، او ان يكون هي عندها الرجي اجينست الماتيريال بتاعته، فبالتالي بتعمل لها مشكله وبتعمل لها ريكيرنت انفكشن، فعشان كده ما بيستخدموش. في سؤال بالنسبه للفيزيولوجيكال والفيزيكال؟ يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ لا ثانيه واحده، احنا بندايليت السيرفيس، احنا بنقفل على السيرفيس، ما ينفعش تعمل اي دايليتيشن لاي سيرفيس. Dilatation of the cervix is painful. هو cervix is painful only to dilatation. فما ينفعش انك انت dilate the cervix without anesthesia. عشان كده في dilatation and curettage لازم anesthesia برغم ان هي minor procedure. اي procedure تعمل فيه dilatation للcervix لازم anesthesia. لكن انت في dilate the cervix انت ولا بتيجي قربه خالص، انت مش بتمسك السيرفيكس، انت بس السيرفيكس ده على بعضه كده الانتيرور والبوستيرور ليف بتلبس عليه حاجه وخلاص بس كده. لكن هي ما بتخشش جوه السيرفيكس ولا بتعمل دايليتيشن للسيرفيكس كانها خالص، هي ما بتخشش جوه الاكسترنال قصر. ما هو السيرفيكس ده عباره عن ايه؟ في انترنال قصر اللي جوه والسيرفيكال كانال اللي هي 2 سم 2.5 سم، وبعدين الاكسترنال قصر هي ما بتقربش من القصص خالص. هي السيرفيكس كله الانتيرور بيت بوستيرور ليف هنلبسهم حاجه اسمها سيرفيكال كاب بس كده، لكن ولا بنعمل دايليتيشن طبعا ولا حاجه خالص خالص. فده بالنسبه للفيزيولوجيكال والبارير اللي هم الافيكسي بتاعتهم قليل. طب نيجي نشوف الحاجات اللي فعلا بتستخدم قوي سواء في الديفلوبينج كونتريز او الديفلوبد كونتريز اللي هم الانترايوتراين ديفايس والهرمون الكونتراسبشن. نيجي نشوف الانترايوتراين ديفايس. ايه هو الانترايوتراين ديفايس؟ ده عباره عن دي شيب ستراكشر كده كويس، تي شيب، وبندخله جوه اليوترس عشان كده مسمينه انترا يوتراين. انترا يوتراين لان احنا بندخله جوه اليوترس. هل مكانه كده صح؟ لا طبعا، انا المفروض ان هو التي شيب كليم دي تبقى موجوده في المكان اللي بيحصل فيه امبلانتيشن. هو فين المكان اللي بيحصل فيه امبلانتيشن؟ فوق في الفندس، في الفندس. فالمفروض ان انا لما بدخل الاي دي كويس، لما بدخل الاي دي الاقي انه الاي دي انا اي ريتش ذا فاندس، يعني وانس ان انا اي ريتش ذا فاندس احس الريزيستنس بتاعه الفاندس، يبقى ساعتها بسيب الاي دي مكاني. يبقى هو بياكت ثرو بريفنشن اوف امبلانتيشن، لان هو تيجي الفيرتلايز اوفر لانه مش بيمنع اوفيليشن ولا حاجه ولا فيرتلايزيشن، هيحصل سبيرمز يخشوا والاوفيليشن هيحصل، فبالتالي ممكن يحصل فيرتلايزيشن. الفيرتلايز اوفر دي هترجع ناحيه اليوترس عشان يحصل لها امبلانتيشن، تيجي تو بي امبلانتد في اليوترس تلاقي ان مكانها في حاجه موجوده، فبالتالي ده يبريفنت الامبلانتيشن وتنزل. بلس ان هو كمان التي شيبت كوندوم، التي شيبت اي دي ده احنا مزودين عليه ماتيريال عشان تعمل انديوس انفلاماتوري رياكشن اللي هو كابر اي دي او لولب النحاسي كابر اي دي كابر، فمزودين عليه كابر ماتيريال عشان تنديوس انفلاماتوري رياكشن، فبالتالي يبقى برده انفيفربل فور امبلانتيشن. يجي الفرتلايز اوفر تلاقي فيه الانفلاماتوري بروسس، والانفلاماتوري بروسس ده بيبقى فيه الماكروفاج بتاع، يعني بالتالي هتبقى unfavorable for implantation وهتروح نازله، هتروح نازله مع النكست منسز عادي خالص. فعشان كده ممكن ان هو يعني الناس تقول ايه ده، طب ما هو ده بيندوس ابورشن ولا ايه يعني؟ وات ايفر كان في الاول في السعوديه كانت منعاه، بس دلوقتي بيستخدم عادي، فيعني وات ايفر بقى
لازم شايفين ان هو يستخدم ولا ما يستخدمش، كل واحد وقناعته الشخصيه. لكن هو ميديكال ليجلي طبعا بيستخدم عادي خالص الكوندوم اللي هو الانترا يوتراين ديفايس، بس لازم نبقى عارفين هو بيأكت ازاي. هو مش بيبريفنت اوفيليشن، بيحصل اوفيليشن عادي، ودي حاجات مهمه. يعني لما تجيلك ست تقول لك انا عندي بين في المنستريشن بالرغم ان بنت خالتي بتستخدم كونتراسبشن ما عندهاش بين في المنستريشن، ايوه لان بنت خالتها مثلا بتاخد هرمون الكونتراسبشن اللي هو بيأكت رو بريفنشن اوف اوفيليشن، فطالما ما عندهاش اوفيليشن يبقى ما عندهاش سكريتوري اندوميتريوم بروستاجلاندينز والكلام ده، فبالتالي بينلس منسز. لكن انت بتستخدمي اي دي، عندك اوفيليشن وعندك سكريتوري اندوميتريوم وعندك بروستاجلاندينز وعندك كل حاجه، فبالتالي عندك بين في المنستريشن عاديه جدا. فلازم نبقى كل حاجه عارفين بتشتغل ازاي عشان لما تكونسل البيشنت تبقى انت عارف هي ايه اكتر حاجه هتبقى مناسبه ليها. اوكي، فدي اوفر فيو كده عن الاي دي. ايه هو الاي دي؟ الاي دي ده عباره عن ديفايس بنحطه جوه اليوترس، مش اي مكان جوه اليوترس، لازم يبقى في مكان الفندس عشان يبريفنت الامبلانتيشن. نشوف كده بس هو مش عارفه طبعا بتركبوه ازاي، بس يعني عشان تبقوا انتوا متخيلين الاي دي بيتركب ازاي. الاي دي يا دكاتره بيجي لنا في، يعني بيجي في، هو ده المنظر، هو ده المنظر. بيجي لك الاي دي لوحده، يعني بيجي عندك كده حاجه زي انتروديوسر، وبعدين عنده شولدر كويس، الشولدر ده او حاجه لونها ازرق كده ممكن بتحركها قدام وورا. بيجي لكم في الاسكي ستيشنز بتتعرفوا على الاي دي، كل الناس ممكن تتعرف على الاي دي ما فيهاش مشكله خالص. فده بالنسبه للانتروديوسر. انت من بره قبل ما تبتدي تدخله جوه اليوترس بتروح تاني اللينكس اللي هو الاثنين هوريزونتال لينكس دول تانيهم، بحيث ان هو تقدر ان انت تدخله جوه الانتروديوسر. فانت كده رحت مدخل الاي دي كله جوه الانتروديوسر اهو، يعني بقى الاي دي كله انسايد الانتروديوسر، والانتروديوسر ده بيبقى طويل. بتقعد الست في اللايسوتومي بوزيشن كويس، وبتجيبها تفتكر وهي منسترويتنج ولا بوست منسترول ولا بري منسترول، تفضل ايه؟ بوست منسترال، ايميديتلي بوست منسترال عشان يبقى لسه القص اوبن شويه، لان احنا ما بنعملش دايلاتيشن، ما بتستخدمش انستيزيا، لان هو بيخش كل الكلام ده 3 مللي. انت لحد 3 مللي ممكن تدخل الانسترومنت او اي دي او وات ايفر من غير ما تحتاج تعمل دايلاتيشن للسرفايفل كانال، فهو فعلا ده 3 مللي، مش محتاج دايلاتيشن، فمش محتاج انستيزيا، بيتركب في العاده الخارجيه عادي خالص. فانت بتجيبها بوست منسترال عشان تتاكد ان هي شي از نوت بريجننت، وكمان يبقى القص مفتوح شويه. وبتروح طبعا لازم ما يكونش عندها انفكشن ولا عندها هيستوري اوف منوراجيا، لان الاي زي ما هنشوف بيزود الاماونت اوف منسترال بلاد فلو، وبعدين ده فورين بادي وبنقول انفلاماتوري رياكشن، فهيزود السكريشن بتاعتها، وممكن ان هي لو اصلا بيجي لها انفكشن فهيزود الانسنس اوف انفكشن. فلازم ما تكونش هي اساسا بتتعالج من ريكارنت انفكشن، والا انت هتاكسسبيت القصه دي، وما يكونش اصلا برده هي عندها منوراجيا اكسسيف منسترال بلاد فلو، والا انت برده هتزود الموضوع ده. فلازم الحاجتين دول ما يبقوش موجودين وانت بتاخد الهيستوري. يعني لو جايه عايز تركب لولب وتقول لك انا الدوره بتاعها عندي اسبوع 10 ايام كل شويه بتعالج من التهابات، لا يا مدام انت مش مناسب ليكي اللولب، احنا هنقعد بقى طول الشهر بننزف، وفي نفس الوقت برده الوقت اللي مش هتنزفي فيه هيبقى عليكي ديسشارج وانفكشن وكلام من ده. فده البري ريكويزيت. تقعدها بقى لايكوتومي هي بوست منسترول، تدخل سباكولم، سباكولم يعني اللي هو المنظار اللي هو بيسيباريت الانتيريور من البوستيريور وول اوف ذا فاجينا، بحيث ان انا اشوف السيرفكس، امسك السيرفكس بماسك عنق الرحم او بفازيلم كويس عشان اقدر امانيبيليت، لان اليوترس ده از موبايل، فازاي هقدر اعمل له مانيبيليشن من غير ما امسكه؟ فبمسك الانتيريور ليف اوف ذا سيرفكس، بدخل هذا الانتروديوسر لحد ما الاقي اللي هو انا مدخله براه مركبه جواه الاي دي، فبدخله لحد ما افيل الريزيستنس، الريزيستنس بتاع الفندس، يبقى ساعتها بروح شايله الانتروديوسر ده، فهيفضل الاي دي جوه. طبعا طالما شلت الانتروديوسر الليمز بتاعت الاي دي هتفتح وهتبقى سبريدد في اليوترس، فيبقى كده الاي دي هيبقى موجود انسايد ذا يوترس برده في المكان اللي احنا بنقول عليه اللي هو عند الفاندس اوف ذا يوترس. ليه؟ عشان يبريفنت الامبلانتيشن، لان هو ده المكان اللي بيبقى فيه الامبلانتيشن. اوكي، فبالتالي how it acts the IUD, it acts through prevention of implantation، وكمان بينديوس انفلاماتوري رياكشن في المكان، فده يساعد اكتر. يعني بمعنى ان هو لو كان الماتيريال ما فيهاش كوبر زي ده كويس، ده برده هيبريفنت بس by the mere presence of the IUD. adding the copper material كويس، adding the copper material ده زود الافيكاسي بتاعت الاي دي، لانه غير انه بيأكت از فيزيكال بارير يبريفنت الامبلانتيشن، كمان بينديوس انفلاماتوري رياكشن، بحيث ان هو لو حصل ان هو حاولت
الفيرتلايزد اوجن تبقى امبلانتد في اي حته يبقى الانفلاماتوري رياكشن ده موجود في كل الاندوميتريوم فيمنع الامبلانتيشن ات اني سايت موجود جوه اليوترس. فده هاو تو اكس الايودين سواء كان ايودين من غير كوبر اللي هو زمان كان بيستخدموا البلاستيك او الليب سلوب او حاجات كده دلوقتي مش موجوده خالص بيستخدم اكتر الكوبر والكوبر ده على فكره بتلاقوا مثلا 380 220 200 الرقم ده الاماونت ديبندنج اون ذا اماونت اوف كوبر موجوده على الاي دي فالاستبدال 380 اللي هو بيبقى في ثلاث اماكن ال 200 بيبقى على الليمب بس مش فارقه خالص بس اللي هو المهم ان هو بينديوس انفلاماتوري رياكشن. حتى بعد كده ممكن يقول لك سيلفر مكان الكوبر عشان ما يبقاش فيه ديسشارج كتير ويبقى مور انرت. طب ما هو مور انرت يعني فعلا مش هيبقى فيه ديسشارج كتير لكن ات ذا سيم تايم قلل الانفلاماتوري رياكشن. تاخدين بالكم فكل حاجه ليها البنفيت والدروباك. قلل الديسشارج اللي ممكن يبقى موجود عند السيل بس هو عشان ترو ان هو قلل الانفلاماتوري رياكشن فبالتالي الافكتس بتاعه الكوبر اي دي اعلى طبعا من السيلفر. فدي حاجات عشان بس نبقى احنا متخيلينها كل حاجه ليها البنفيت والدروباك بتاعها وانت اللي بتوي البنفيت ريسك ريشيو فتقول للبيشنت انت هيبقى مش بيشنت فكل الستات عاديات دول مش بيشنت خالص فتقول لها انت ناسبك اكتر انك انت تستخدمي الكوبر ولا السيلفر ولا ايه يعني هي مش بالسيلفر بقى هي هو مش فضه حاجه فضه هو الثمن ما فرقش كتير يعني بس هو الفكره ان هو هاو ات اكس يعني والاماونت اوف انفلاماتوري رياكشن اللي هتبقى موجوده في الاي دي. في سؤال في الاوفر فيو بتاع الاي دي ده؟ لو حصل فيرتلايزيشن فيرتلايز اوفر هتنزل مع المنسز هينزل اجينست السيرف يعني هو اصلا عدى لما سجل يعني فيرتلايز اوفر دي قد ايه؟ لا لا مش فيرتلايز مش الاي دي الاي دي نفسه؟ لا 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 مش هينزل مع المنسز انا كنت بتكلم عن فيرتلايز اوفر دكاتره صححوا معايا انا ما بقولش الاي دي هينزل مع المنسز والا كل شهر هتروح تركب لها اي دي لا لا الفيرتلايز اوفر لو حصل بريجننسي هي اللي هتنزل مع المنسز الاي دي مش هينزل مع المنسز اول مره اسال السؤال ده الاي دي عمره ما هينزل مع المنسز هينزل ازاي مع المنسز هو احنا كل شهر بتروح هي تركب اي دي يا نهار ابيض ده يبقى ما حدش هيستخدمه ده هو بيستو ان هو سنجل ديسيجن لان الاي دي ده ممكن يقعد من 7 ل 10 سنين هي نفس الاي دي طبعا هي بتروح بعدها بسنتين 3 4 عشان عايزه تخوي العيل يعني تروح تجيب عيل تاني او كده فبتروح تشيله قبل ما الديوريشن تخلص لكن ممكن هي تسيبه لحد ما تبقى منوبوزل ماشي وبعدين تشيله بقى لما تبقى منوبوزل او باري منوبوزل اوكي بس الاي دي سنجل ديسيجن سنجل ديسيجن يعني هو احنا بنحطه او هي بتحطه وتنساه عشان كده تفتكروا الاي دي ده مور كومن في انهي كونتريز الديفلوبينج ولا الديفلوبت ديفلوبينج بالظبط كده بتلاقي العربيه الكرفان بتاع الوحده الصحيه رايح القرى كويس ستات واقفين طوابير لولب 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 كده وخلاص واخلص مش كده ولا ايه؟ عشان ان هو برده يتشال ما هي لازم الدكتور هو اللي بيشيله، الدكتور بيشيله ازاي؟ بيبقى فيه ثريدز موجوده تحت بتنزل من الاي دي كويس؟ فاحنا لما بنركبه الثريدز دي بتبقى طويله قوي فبنقصها شويه بحيث انها تبقى 2 سم طالعه من السيرفكس. يعني هتبقى مدلدله منها كده في البلبه ولا ايه؟ لا ما هي الفاجينا 7 ل 10 سم فهتبقى موجوده في الفاجينا فبنقول لها ممكن بعد كل منسز انت لو عايزه تطمني ان اللوب في مكانه لان مع الكونتراكشن بتاعه المنسز لو هو سيفير كونتراكشن عندها ديسمينوريا شديده او جالها سيفير بلاد فلو او كده ممكن يحصل اكسبالشن اتس كومن ولا رير لا رير طبعا يحصل اكسبالشن للاي دي بس لو هي عايزه تطمن ان هو فعلا الاي دي ده في مكانه لانه عشان يحصل اكسبالشن لازم انت اللي تشده بطريقه معينه لان في لمزه اهي بتمنع اساسا ان هو ينزل فهو انه يحصل له اكسبرشن ده كان لازم بقى كونتراكشنز رهيبه ولا كانها بتسقط مثلا والاي دي لازم يتشد عشان ينزل ده انت كمان وانت بتشيل الاي دي بتمسك هذه الستريس ده قلنا بنقص الستريس 2 سم عشان لو هي عايزه تحسهم بعد كل دوره كويس وليه بعد الدوره عشان تطمن ان هو الكونتراكشن بتاعه المانسز دي والبلاد فلو الاي دي ما نزلش فيها فممكن تحسه مش تشده يعني عشان نبقى واضحين يعني مش انا حساهم فعلا فهو كده يعني نزل من مكانه يتحرك من مكانه فممكن يحصل بريجننسي اون توب اوف اي دي مش كده ولا ايه دول اللي هو ايه ده دي مركبه لولب بس حملت عليه حملت عليه ليه لا اما كان هو متركب مش صح في مكانه يا اما ان هو مع المنسز اتحرك نزل شويه مش اتحرك سرح فوق عمر ما اللولب يسرح فوق خالص كويس اللولب ممكن يتحرك ينزل شويه لو كان سيفير كونتراكشن او هي وهي بتحس الفيتال بتاعته راح تشد على الفيتال فحركت الاي دي
عشان كده برضو الفولو اب بنقول لها كل 6 شهور تيجي نعمل الترا ساوند نطمن انه فعلا السونار مبين انه الليمب الفوقاني ده واصل لحد الفاندس. لو لقينا ان هو ديسبليس اي دي داونورد يبقى ساعتها بنقول لها لا لازم نشيله ونركب واحد تاني، ما اقدرش ازقه، هو هيتشال ويتركب مكانه واحد تاني. الاي دي ده رخيص، ده بيتركب في الوحدات الصحيه ده ب 6 جنيه 8 جنيه يعني ممكن بيتركب عادي ما فيهوش مشكله. انا عايزه اهو ده بالسونار يا دكتور، بصوا بتعملوا الترا ساوند اهو الليمب بتاعه ده زي الاندوميتريم بس طبعا هيبقى الوايتنس شديد اكتر. ولو عملنا 3 دي بتلاقي اهو الليمب الترانسفيرس ليمب والفيرتيكال ليمب بتوع الاي دي، وانه بيبقى الاي دي واصل لحد الفاندس. فانت ممكن بعد ما تركب اللولب تعمل لها الترا ساوند، لكن ممكن جدا في الوحده الصحيه بتاعتك على فكره انتوا بتركبوا ده، يعني انت ما مش انت وانت دكتور امتياز كده بتركب الاي دي، وانت قاعد في الوحده الصحيه برضو بتركب الاي دي، فانت المفروض تعرف تركب اي دي. يعني الجي بيز بيركبوا اي دي عادي وبيشيلوا اي دي عادي، فانت لو وحدتك الصحيه ما فيهاش الترا ساوند مش تقدر تعمل كده، فبالتالي بتديبند على انك انت يو فولود الانستراكشنز بتاع تركيبه، ان هي انت ركبته طبعا في بوست منسترول، يعني ما كانش في عيل جوه ما كانش حامل فهي بوست منسترول، ومسكت على السيرفكس الانتيرير ليب، دخلت الانتروديوسر اللي جواه الاي دي، وانس انك حسيت الريزيستنس بتاعت الفانجس رحت شايل الانتروديوسر، فبالتالي اللينس بتاعت الاي دي دي بقت موجوده انسايد ذا يوترس كويس، وبتديلها انستراكشن بعديها ما دام ممكن ينزل عليكي نقطه نقطتين بقى دم عادي ما جراش حاجه، ما هي كانت لسه المنسز عليها لسه بوست منسترول، ممكن تحسي بشويه بين نتيجه للمانيبيوليشن اللي احنا عملناها فتاخد شويه انالجيزك، اديها انستراكشن برضو انه ممكن مع المنسز الثانيه تيجي المنسز اكتر عشان الانفلاماتوري رياكشن اللي موجوده، وبعدين خلي بالك انه هيجي اندوميتريم يكريب على كل السيرفيس بتاع الاي دي اللي موجود، فعشان كده بيزود الاماونت اوف منستريشن عشان الانفلاماتوري رياكشن وعشان الكريبنج اوف الاندوميتريم على السيرفيس بتاع الاي دي، فبالتالي فعلا لازم هيجي لهم منوراجيا. يعني ده طبيعي وجود اي دي، يبقى اي دي كفر، بتكلم على كفر لان في نوع اي دي ما بيجيبش منوراجيا، فوجود اي دي هيزود المنسز، وجود اي دي هيزود الدسشارج لان هو بياكت ثرو انكريزنج الانفلاماتوري بروسس، فهو هيزود الدسشارج. فدول حاجتين لازم هيحصلوا، يعني دول ما يعتبروش سايد افكتس قد ما هم يعتبروا ده العادي، انه لازم هيحصل منوراجيا ولازم هيحصل اكسسيف ديسشارج. ممكن اون توب اوف ديسشارج ده يحصل انفكشن، ممكن لو هي عندها عرضه لريكيرنت انفكشنز. مين الست اللي ما اقدرش اركب لها اي دي؟ اقول لها لا، لما اجي اتكلم معاها كده واخد منها هيستوري اقول لها يا مدام انت ما ينفعكيش اللولب، انا ما ينفعش. ليه الدايابيتك؟ حد يقول دايابيتك ليه؟ عشان الريكيرنت انفكشن. خلي بالك هنيجي دلوقتي نشوف، طب امال بالنسبه للهرمون الايه؟ فهلاقي برده كونتر انديكيشن، فهتبقى بالنسبه لنا مشكله لازم اقول لها كنترول يور دايابيتس، زودي مثلا الايمنت بتاعتك باي طريقه، استخدمي بروفيلاكتيك واش مرتين في الاسبوع عشان ما يحصلش انفكشن. فالدايابيتك هبقى عندي كونسيرن، هبقى عندي كونسيرن، لكن هركبه ولا لا؟ ما انت كل حاجه هيبقى ليها السايد افكتس بتاعتها، فهتبتدي تويل البانك ريسك ريشيو. لكن مين اللي اقولها انت توتالي كونتر انديكيشن ما ينفعش اركب لك لو؟ ها؟ ايه رايكم؟ تعالوا صوتكم اكيد كل دول كونتر انديكيتد اللي عايزين يحمل، يعني ده ديفينتلي ما فيش ست هتجي لي فور كونتراسبشن او اوعات كونتراسبشن هي استحمال، فاكيد ده كلهم، ده كلهم مش بس الاي دي ده حتى الكوندوم. ها الاندوميتريا فريز يحصل ايه؟ تفتكروا اندوميتريا هايبربلازيا كونتر انديكيتد عشان الاريتيشن هيزود ريسك اوف كانسر؟ ده انفلاماتوري بروسس، ده ماكروفاج، ده حاجه مش وحشه، لكن لا الاندوميتريا هايبربلازيا انا مش هركبه لوحده ابنورمال يوتراين بليدنج، يعني ده عندها بليدنج وانا مش عارفه السبب، ما انا لازم ادايجنوز السبب طبعا الاول قبل ما اركب لها. بس مين الست اللي مش هينفع؟ هو انت محتاج هنا الكافيتي بتاعت اليوترس بالظبط اللي عندها فايبرويد مالتيبل فايبرويد يوترس سب ميوكس مايوميكا، ما انت مش هتقدر تركبه في الفاندس، هتركبه ازاي في الفاندس يا دكاتره؟ ما هو بالعقل كده. طب واحده عندها سبتم ولا عندها بايكوجنيت يوترس اركب لها ايه؟ ده عايزه لولبين ولا لولب هنا ولا لولب هنا عشان وهبريفنت ازاي؟ يعني في لو عندهم اناتوميكال ديفكت في اليوترس، سواء كان الاناتوميكال ديفكت ده كونجنيتال اللي هو زي سبتم بايكوجنيت حاجه كده، او اكوايرد زي فايبرويد ومالتيبل سب ميوكس مايوميكا، لان السبسيرس ماشي ما هو دي بره فالكافيتي ما فيهاش مشكله. وانا الفكره بتاعت الاي دي انك انت بتورك على بريفنتنج امبلانتيشن، ده العادي دكاتره الموضوع سهل. ايه ده هو بقى كانت عايزه الاجابه دي؟ ايوه كانت عايزه الاجابه دي، هو ده العادي، هو ده اللي هتشتغل فيه. ما انتوا جي بيز كل ما الموضوع يبقى ريليتد للجي بي كل ما بتلاقوا الدنيا دي ما يعني مش صعبه، مش ان انا بدور على
اتيولوجي ولا انديكيشن ولا كونتر انديكيشن موجوده في الريسيرشز والجنرال؟ اكيد لا، حاجات كده. فانا اتوميكال ديفكت موجود طبعا. لو كان هي عندها هيستوري اوف ريكيرنت انفكشن، لان ده هيزود لها انفلاماتوري بروسس ويزود الانفكشن، او لو عندها هيستوري اوف منوراجيا، لان ده هيزود البليدنج. ما عدا نوع واحد من الاي دي، في حاجه اسمها ليفونورجسترال ريليزنج اي دي. حد يعرف ايه هو الليفونورجسترال ده؟ الليفونورجسترال ده دكاتره ده سنتاتيك بروجستيرو، سنتاتيك بروجستيرو. ففي مايرينا، ده اسمه مايرينا او يعني ليفونورجسترال انترايكراين سيستم او ليفونورجسترال انترايكراين ديفايس اي دي، بس الفيرتيكال ليم دي بتاكت از ريزرفوار، فيها بروجستيرو، فيها الليفونورجسترال، فيها سنتاتيك ماتيريال. دي بيحصل لها ريليز، ريليز في اليوترس، بحيث ان هي البروجستيرو السنتاتيك هياكت ازاي على الاندوميتريوم؟ اتروفي بالظبط كده، يعمل اتروفي للاندوميتريوم. طب طالما الاندوميتريوم بقى اترافيك شويه، يبقى بالتالي المنسز اخبارها ايه؟ قلت طبعا بالظبط كده. فالوحيد اللي مش بيعمل منوراجيا، حتى لو هي الست جايه بتشتكي اساسا من منوراجيا، او مثلا هي كاردياك، فبالتالي الكاردياك هنعرف دلوقتي ان ممنوع تاخد الهرمونال كونتراسبشن، مش قادر تديها هرمون، هتركب لها لولب. طب ما اللولب هي مثلا كاردياك ماشيه على ماريفان، ماريفان او حاجه بتعمل سيوله، ده هيجي لها بحور دماء كل شهر، فبالتالي هي تبقى كانديديت انك انت تركب لها هذا المايرينا، لان هو فعلا اي دي فهيبريفنت الامبلانتيشن. ات ذا سيم تايم البروجستيرون كونتنت ده بيبقى ريليز، فبيعمل اتروفي للاندوميتريوم اللي موجود. فعشان كده لو تفتكروا احنا اخذنا المايرينا ده واتكلمنا عنه في حته في الادينومايوزس، بالظبط كده اتكلمنا عنه في الادينومايوزس، لان الادينومايوزس مشكلتها ان هي بيبقى عندها منوراجيا، فممكن قوي لو هي منوراجيا وهي مالتي بار اساسا فعايزه برده كونتراسبشن، هيبقى مناسب جدا ليها ان انا اركب لها هذا المايرينا، لانه هياكت از فورم اوف كونتراسبشن. ان اديشن هيعمل اتروفي للاندوميتريوم، فبالتالي يقلل الاماونت اوف منسز او البليدنج السيفير اللي بتبقى موجوده في العينه بتاعه الادينومايوزس. فده بالنسبه للمايرينا، ممكن يستخدم طبعا كونتراسبشن، او ساعات بيبقى ليه نون كونتراسبتيف يوزز زي في الادينومايوزس، زي ما هناخد بعد كده في الديسفانكشنال يوتراين بليدنج او في الدي يو بي، لو هي عندها اكسسيف بليدنج او منوراجيا برضو بنستخدم المايرينا. مايرينا زيه ونفس طريقه التركيب وكل حاجه زي الاي دي العادي خالص، بس هو طبعا بيبقى اغلى، يعني بيبقى مثلا 600-800، يعني ده سعر اللولب. التاني قلنا ب 10-20 جنيه، ده 600-800 جنيه. فبالتالي هو بتركبه للناس عشان يبقى فيه كوست افكتنس، بتركبه للي فعلا محتاجينه او انديكيتد ليها مايرينا. الريزرفوار ده بيقعد قد ايه؟ 3 سنين ل5 سنين، بمعنى ان هو ال ريزرفوار او الليفونورجسترال ده بيبقى ريليست ديلي بطريقه معينه كنترول، بحيث ان هو يعمل اتروفي للاندوميتريوم لمده قد ايه؟ من 3 ل5 سنين، من 3 ل5 سنين. بعد كده ايه اللي يحصل؟ تغيره، هيمنع. طيب هيمنع، هياكت از فورم اوف كونتراسبشن بعد 5 سنين. باي اتس مير بريزنس. بس هتلاقي الست ابتدت تقول لك ايه ده، الدوره ابتدت تجيلي كتير. ايوه، لان ما بقاش فيه بقى البروجستيرون، بقى بس the mere presence of المايرينا نفسه او اللولب نفسه اللي هو بيبريفنت الامبلانتيشن. فهي هتيجي بعد كده، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، تيجي تقول لك ايه الدوره ابتدت تزيد. كانت الاول بتجيلي سبوتس او ما تجيش خالص، لان هو من كتر الاندوميتريا ما هو اتروفيك، لكن بعد الديوريشن اوف اكشن بتاعته اما تنتهي، هتبتدي ان هو ترجع لها البيريد تاني بالاماونت اللي هي كانت متعوده عليها، بلس تزيد كمان عشان the presence of الاي دي. فده بالنسبه للاي دي. الاي دي من الحاجات المهمه ليه؟ لان هتشوفوها كتير، سواء انكم تركبوا لولب، تشيلوا لولب، او واحده جايه لك مشكله على اللوب. فبالتالي لازم نبقى عارفين الاي دي بيأكت ازاي، نركبه امتى وليه، ايه الليديز اللي هم ممكن يركبوا اي دي، ومين اللي هو في الكونسلنج مع الهيستوري بتاعها ما تنفعش. مين تاني ما ينفعش اركب لها لولب غير الاناتوميكال ديفكت، وغير لو عندها هيستوري او منوراجيا، هيستوري او ريكيرنت انفكشن؟ هو اللولب ده بيبريفنت انترا يوتراين ولا اكسترا يوتراين بريجننسي؟ لان احنا قلنا هو مش بيمنع الفيرتلايزيشن، يعني انت هيحصل فيرتلايزيشن عادي، والفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في الفالوبيان تيوب. فهو مش بيمنع الاكتوبيك، لكن هو بيمنع الانترا يوتراين. فهو اكشلي مش بيزود الانسس اوف اكتوبيك، بس هو ما بيمنعش الاكتوبيك. يعني مش زي مثلا ال اسمها ايه دي الفيلز او الهرمون اللي هي بتمنع الاوبيليشن فهتمنع الانترا والاكسترا يوتراين بريجننسي، لا، هو ده بيمنع بس الانترا يوتراين بريجننسي وليس الاكتوبيك بريجننسي. فالناس بتفتكر ان هو ايه ده بيزود الاكتوبيك. هو مش بيزود الاكتوبيك،
هو بيمنع الانترا يوتراين فبالتالي والاكتوبيك ما منعوش فريلاتيفلي بتلاقي الست دي لو هتحمل هتحمل اكتر في اكتوبيك لان هو ما منعش الاكتوبيك لكن هو منع الانترا يوتراين عشان كده ريلاتيف كونترا انديكيشن برضو لو هي الست دي جالها قبل كده اكتوبيك بريجننسي فهي عرضه ان يجيلها اكتوبيك واحنا مش عارفين اساسا زي ما هناخد في الاكتوبيك هو ايه الديفينيت ايتيولوجي ان واحده تحمل في اكتوبيك بريجننسي فهو طالما عندها عرضه لكده والاي دي مش بتبريفنت الاكتوبيك فايتس ريلاتيف كونترا انديكيشن ان انا استخدمه لوحده جالها هيستوري اوف اكتوبيك بريجننسي. اوكي في سؤال في اللولب او الاي دي يعني سؤال لا انت بتركبيه في السنتر بيعمل انفلاماتوري ريكشن في كل الكلام ده ما هو بيحصل انفلاماتيشن فين يا دكاتره في الفاندس انتيرير او بوستيرير فهو متركب في هذا المكان هو يعني مجسم ما هو هو متركب في المكان ده هو الفاندس حجمه قد ايه 2.5 سنتي ده الانتيرير اللي بوستيرير مش هو اليوترس 1 في 2 في 3 انشز كويس واحنا بنقول الانفلاماتوري ريكشن ايفن هو لو انرت لو بلاستيك برضه هيبقى فيه شويه انفلاماتوري ريكشن فطبعا هيبريفنت الامبلانتيشن. طب مين الست اللي ممكن تحمل اون توب اوف اي دي؟ ها ايه رايكم؟ ايوه لو حصل ديسبيسمنت للاي دي داونر لان هو الطبيعي زي ما قلنا انه البريجننسي بيحصل فوق مش كده في الفندس البريجننسي بيحصل في الفندس شايفين يا دكاترة؟ فهو المفروض ان هنا لسه اللولب بيبقى موجود في الفاندس فلو هو حصل pregnancy on top of ID يعني pregnancy فوق فاللولب هيبقى موجود displaced downward. طب لو جات لك واحدة pregnant on top of ID تعمل لها ايه؟ اشيله ولا سيبه؟ ها؟ هي عايزة ايه؟ ما عايزة contraception ما مركبة لولب ليه؟ يعني اعمل ايه يعني اشيله ولا سيبه؟ اشيله اعمل ابورشن لا ده قصه تانية خالص ما هي ممكن تجيلي من غير اللولب وعايزه مش عايزه البريجننسي يعني مش بتكلم على كده انا بتكلم في عندنا في عندنا منها لوب يا دكاتره اشيله هل ده هيديستورب البريجننسي امتى هيديستورب البريجننسي لو كان الجستيشنال ساك تحت اللين بتاعه الاي دي لكن لو الجستيشنال ساك فوق اللين بتاعه الاي دي مش هيديستورب البريجننسي بس ان جنرال لما بتجي لك واحده بريجننت اون توب اوف اي دي احنا بنشيله ليه مش عشان ننجس ابورشن ولا مش ابورشن دي مش قصتي خالص احنا بنشيله عشان ده ممكن يبقى يعمل مور انفلاماتوري رياكشن وسبتك فبالتالي لو حصل ابورشن يبقى سبتك ابورشن فهي لو بريجننت اون توب اوف اي دي انت شايف الثريدز يعني الثريدز انت شايفها او حاسسها كويس بتشيله لو كانت الثريدز لا انت مش شايفها لان خلاص اليوترس كبر والثريدز طلعت فوق لان اليوترس هيكبر الثريدز هتخش جوه فانت مش شايفها خلاص مش هتعمل حاجه يعني if you can see the threads remove the ID if you cannot see the threads خلاص بتسيبها وهي بتكمل سواء ما حصل بقى abortion او ما حصلش abortion فده لو في pregnancy on top of ID تعمل ايه اولا ازاي هتconfirm ان هو pregnancy on top of ID ultrasound pregnancy طبعا هي حامل بعد كده حامل ايوه يعني ده intrauterine ولا extrauterine لان احنا بنقول الاكتوبيك هيبقى اكتر فلو طلع اكتوبيك لازم تمانج الاكتوبيك pregnancy لو طلع intrauterine يبقى بتبتدي هتعمل التراساوند تلاقي بيبي وتلاقي الاي دي بتشيل الاي دي حصل لها ابورشن خلاص ما حصل لهاش ابورشن برده خلاص لو ما شفتش الثريدز يبقى برده بتسيبه ده بنقول عليه ساعات ميست اي دي يعني ايه ميست اي دي يعني انت مش حاسس الثريدز او جات لك الست مش حاسه الثريدز ايه الديفرنشال دايجنوزس اوف ميست اي دي ده جالها من سنه فاتت دور الثاني وير اكسبالشن بالظبط يعني نمبر 1 وير وده اكتر حاجه لازم تفكر فيها لان هو اتس كومن اتس كومن انه حصل له اكسبالشن طيب الاكسبالشن ده هعرفه ازاي عملت التراساوند لقيت ان هو ما عنديش اي دي انسايد اليوترس خلاص ده اكسبالشن ايه تاني ايه ديفرنشال دايجنوستس تاني؟ افندم؟ اي حاجه تكبر اي حاجه تكبر اليوترس فبالتالي هلاقيه انسايد يعني هيبقى مست انترا تراين اي دي يعني قصدك هيبقى مست انترا تراين اي دي يعني ثريدز اي كانوت فيل ذا ثريدز يا اما ثريدز هي اتقطعت وقعت هو يعني وات ايفر ان هو الثريدز دول المست لكن عندنا intrauterine ID موجود طب لو لقيت ان هو مكانه في الفندس احنا بس الثريدز هي اللي فيها مشكلة لكن هو مكانه موجود عادي عامل مانجمنت ازاي ها ايه رأيكم يعني هي جاية لي بتقولي انا مش عارفة احس الفيتال جيت عملية examination فعلا انا مش عارفة احس الفيتال بس عملت ultrasound لقيت ان ال ID مكانه وبي prevent implantation وكل حاجة ايه المانجمنت اه بتكونسل بيشن بس هو في مكانه
مكانه مفيش اي مشكله، انت مش هتحسي بالترس، لكن هنعمل سونار كل 6 شهور نطمن ان هو في مكانه، بس هو في مكانه. لو هي انكشس وايريتبل ولا او انا لازم احس الفيتال وبتاع، خلاص هتشيله لها ده بهيستروسكوبيك. هيستروسكوبيك لان انت مش حاسس الفيتال انك انت تشد منه، فبهيستروسكوب بتخش جوه اليوترس بتشيل الاي دي، هيستروسكوبيك ريموفال اوف اي دي، وتركب لها اي دي تاني. بس طبعا تحرص على ان هو هي تحس الفيتال، ما تقصهمش قوي، لان الستات تقول لك انا مش عايز احس الفيتال خالص وبيضايقوني وبيضايقوا جوزي في الانتركورس وبتاع، فانت لازم تروح تقص لها الفيتال خالص، فدي مش هتحسه كل شهر خلاص، هي بس بتطمن عليه كل 6 شهور. في ستات تانية تقول لك لا انا ايريتبل وانكشس وبتاع، فانا عايزه احس الفيتال كل شهر، فدي اللي بتخلي لها الفيتال تبقى 2 سم فروم ذا سيرفايكال كانال او من الاكسترنال اس، بحيث ان هي تحسهم كل شهر. فده بالنسبه اللي ممكن يحصل مع الاي دي، هما مش سايد افكتس قد ما هو حاجات ممكن تحصل، اللي هو المينوراجيا والديسشارج، دول اكيد دول لازم يحصلوا. ما عدا المايرينا مش هيحصل معاه مينوراجيا، لكن بيحصل معاه ديسشارج لان بوجود فورين بادي لازم يحصل معاه ديسشارج. كويس، ممكن يحصل اكسبالشن للاي دي، ممكن طبعا ممكن يحصل بيرفوريشن يعني الاي دي بيرفوريت اليوترس ويبقى موجود مثلا في الدوبلس باوتش في الابدومن كده في البريتونيال كافيتي. ايه رايكم؟ لا يعني ان هيرد اوف ان هو يحصل، ان لولا حصل عمل بيرفوريشن. ايه رايكم؟ وانا بركبه فقط لا غير، يعني هو بيرفوريشن upon introduction upon application upon application، يعني انت ما حسيتش الريزيستنس دي قوي فابتديت تخش اكتر. اخش اكتر ايه ده؟ انا خرمت اليوترس. ممكن لو انت مش حاسس هذه الريزيستنس، فممكن لو انت اتعافيت انك تخرم اليوترس وتبقى انت اللي عملت بيرفوريشن، تبقى انت اللي عملت فالبيرفوريشن لو هيحصل upon application، وليس ان هي ايه ابلايد كويس وعملنا سونار والدنيا زي الفل وكده جات لي بعد شهرين ثلاثه سنه ساعتين ايه ده دلولا بصرخ وخرم اليوترس. لا هو ممكن ينزل تحت لان في كانال مفتوحه ده، لكن ما فيش اي حاجه مفتوحه، ولا ممكن يخش جوه الكورنيال اند، ولا ممكن يخش ثرو المايوميتريا. لكن انت upon introduction upon application هو اللي ممكن تعمل بيرفوريشن. طب افرض ان انت يو بيرفوريتد، هتعمل ايه؟ يعني ايه رايكم؟ يعني افرض ان انا اي بيرفوريتد، هو انا اي بيرفوريت بايه كده، ولا هبيرفوريت بايه؟ بالانتروديوسر بالظبط كده. انا لو هبيرفوريت هبيرفوريت بالانتروديوسر اللي هو البتاع ده. كويس، انا هبيرفوريت بالمنظر ده اللي هو قد ايه حجمه، قد ايه الدايمتر بتاع البتاع ده؟ 3 مللي بالظبط كده. لو انا هبيرفوريت هيبقى عندي 3 مللي، 3 مللي البيرفوريشن، هو البيرفوريشن لازم تبقى قد البتاع اللي انا بيرفوريتد بيه. فهو انا لو هيحصل بيرفوريشن هيحصل بيرفوريشن كده. انا حسيت ان انا ايه ده ده الانتروديوسر كله بيخش ازاي، ده هو اليوترس كله على بعض 7.5 سم 8 سم ايه ده دخل لحد 10 سم، فحسيت ان انا عملت بيرفوريشن، اعمل ايه؟ ها ايه رايكم؟ هشيل الانتروديوسر لو انا مش عارفه اشيله، لان لو لا بدخل مش كده ولا ايه؟ يعني هتلاقي ممكن لو شلته بالانتروديوسر ولقيته جوه هاي خير وبركه، لقيته مش جوه هيبقى اللولب هو اللي دخل جوه. طب يعني تعمل ايه؟ افرض انك انت شلته لقيت اللولب جوه الانتروديوسر. كويس، فانت شلت اللولب بالانتروديوسر، ها هتعمل ايه؟ هتاكت ازاي؟ ودي فيري كومن انها تحصل لكم هتفتكروني يعني ساعتها ان شاء الله. فايه بقى هتعمل ايه؟ immediate laparoscopy، هدخلها immediate laparoscopy. لان خلي بالكوا ده بيابلاي برضو على الدي ان سي ده على تيشن كراتج، لو انت خرمت العيانه وانت بتتحسها تعمل ايه؟ يعني ما هو دي حاجات كومن اللي هتحصل. ده احنا حتى كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين اللي ما خرمش ما كحكش، لان دي كومبليكيشن وارده وكومبليكيشن فيري كومن. فطالما انك انت ما وصلتش للكومبليكيشن يبقى يو ديدنت دو انف دي ان سيز انك انت تشوف الكومبليكيشن، لان لو عملتها مره مرتين وبيجنرز لك وكده ممكن ما تحصلش معاك، لكن لو عملتها كذا مره لازم هتشوف الكومبليكيشن، لازم هتشوف كومبليكيشن. كويس، طب ها يعني دلوقتي احنا بنركب لولا ما بنتحكش ولا اي حاجه، بنركب لوب، وبعدين وانا بركب اللوب ده حسيت انه كده something giving way وبتاع وانه دخل جوه. طب رحت شايله لقيت فعلا ده انا واضح ان انا خرمت، لان لقيت شويه bleeding. هو مش المفروض ان هو الاقي فيه spotting او bleeding او كده، لان انا خرمت المايوميتريم، خرمت المايوميتريم 3 مللي، اعمل ايه؟ لازم هايل، هو ده فعلا المانجمنت، لان طالما ان هو حاجه very common يبقى دخلت في المانجمنت. ده 3 مللي يعني ايه 3 مللي؟ يعني كمان سنتي يعني ممكن ما اشوفوش. لو عملت الترا ساوند مش هتشوفه اصلا، حتى لو جيت تعمل الترا ساوند انت مش هتشوف ال 3 مللي ديفكت ده اصلا. فبالتالي نعمل ايه؟ انت كويسه يا مريم؟ انا كلها او بينزل عليكي في نوع الدم، خليها طبعا معاك اندر اوبزرفيشن 6 ساعات تشوف البالس والبلاد بريشر بتاعها، طالما هي فايتال ستيبل انتي بايوتيك تو جارد اجانست انفكشن، وتسيبها تهيل. ما كل حاجه بتهيل سبونتينيوسلي، ده انت وانت كل جرح بيحصل لك بتروح تخيطه، ده انت القليل اللي بتروح تخيطه، لكن العادي ان هو بيهيل طالما حاجه صغيره ما هي هتهيل لوحدها،
ما بيحصل هيلينج بروسس عندنا كلنا. مش معنى ده بقى اللي مش هيهيل، لا هيهيل برضو. امال امتى اللي ادخلها؟ ده انا لو كنت انا يعني طبعا مش ممكن بالاي دي انك انت تدخلها عمليا، لانه يعني ده 3 مللي. لو انت بقى بتكحت بمعلقه الكحت وعمال تجيب، لو لقيت بقى انتست نازلالك، لو لقيت الست بقت شفطه، ساعتها ما مش يعني هدخلها وانا عمليه واشوف انا عملت ايه جوه. لكن غير كده لا، هو ده بس. حتى الفكتوريشن اللي بنقول عليها بتاعه جيرين كراتج اللي هو بتبقى كده فيري مايل، اللي هو بتلاقي شويه بليدنج زياده، انت حسيت انك انت دخلت جوه اكتر. انت بتتكلم مع الست لان هي بتبقى نايمه سباينال، فبتتكلم معاها هي اورينتد وكل حاجه. البلاد بريشر والباس بتاعها كويسين، قعدتها اندر اوبزرفيشن معاك، مفيش اي ديتيريوريشن في الفايتال ساينز بتاعتها، اديت لها انتي بايوتكس وروح يا مدام. طب لو كان الاي دي جوه، احنا بنقول ده بالانتروديوسر جوه الاي دي، لكن الاي دي جوه جوه الابدومن، جوه الدوجلاس باوتش، جوه في بطنها، اعمل ايه؟ هل ايميديت؟ هو مش لازم ايميديت قوي يعني، هو انت بس بتقلع من الانفلاماتوري رياكشن اللي جوه، فممكن الاومنتم وانتستن وبالتالي يعمل ادهيجنز، يعمل لها بين كده. فده اللي بيجي لنا بواحده بمس اكسترا يوتراين اي دي، لان المست اي دي ممكن يبقى مست انترا يوتراين اي دي، ولو هو موجود اجيبه هيستروسكوبيك، او مست اكسترا يوتراين اي دي يعني موجود في بطنها، فبالتالي ده بجيبه ازاي؟ لاباراسكوبيك. بالظبط كده، لاباراسكوبيك. فبخش بالهستروسكوب كويس، وبمسك الاي دي وبشده وبنزله. ده الاي دي بالهستروسكوب. في ممكن طبعا ده لو انا ما لقيتوش انترا يوتراين، انا عايزه اتاكد هو انترا يوتراين، هو انترا انترا العيانه يعني، ولا اكسبلد اوتسايد. يعني انا دلوقتي عملت الترا ساوند وهي بتقولي مش حاسه الفيتر، وانا كمان ما حسيتش الفيتر، عملت الترا ساوند ما لقيتش اللولب. ايه البوسيبيليتي؟ يا اما اكسبلشن، يا اما ان هو اصلا يعني كان فورتد من زمان. ما هو الستات دول بيركبوا الاي دي ممكن في حتت ما فيهاش الترا ساوند او مش بتعمل عليه فولو اب، فممكن من زمان هو فورتد من اول ما تركب وهي ما حملتش لاي سبب من الاسباب. فبالتالي انت عايز تعرف بس هو الاي دي جوه العيانه ولا الاي دي ده اكسبلد. فبعمل لها طبعا اكس راي، ما هو الاي دي بيبان بالاكس راي. لو لقيت الاي دي باين في حين انه ما كانش باين انترا يوتراين بالالترا ساوند، يبقى انا كده ايميديتلي اي دايجنوز اكسترا يوتراين اي دي. بالظبط كده، اكسترا يوتراين اي دي. بقى انا اي دايجنوز ان انا عندي اكسترا يوتراين اي دي اهو، يعني الاي دي اهو هنا موجود عند اللفت ايليك فوسا، بدل ما هو كان المفروض يبقى في السنتر عشان يبقى انترا يوتراين، فانا اي دايجنوز اكسترا يوتراين اي دي اهو. حتى لو عملت هيستر سابنجيوغرافي كويس، فلقيت ان هو الكافيتي كلها باينه والفالوبيان تيوبس باينه وفي عندك لولب باين. هو اللولب ازاي بيبان؟ بالهيستروجرام. هي اشعه، ماليش دعوه اصلا بالداي، هو مش واخد داي طبعا، بس هي عشان اشعه، عشان انت بعد ما بتحقن الداي والكلام ده بتصورها اشعه اكس راي عاديه، فهو باين عشان انا عملت اكس راي مش عشان انا عامله هيستروجرام. ده بالصدفه ان انا كنت عامله هيستروجرام معاه. طب افرض ان اللولب كان انترا يوتراين، مش هيبان خالص، لانه هو هيبان ايه؟ ابيض جوه ابيض، ما انت مش هتشوف. طبعا انت عيانه عبيطه يعني، اللي هي اساسا جايه تشتكي من الفيرتيليتي وهي مركبه لولب، يعني طب ما تشيلي اللولب يا مدام. طيب هنا بقى ده اللاباروسكوب اللي هو اكسترا يوتراين او لاباروسكوبيك. خلاص، فانت فعلا دخلت عشان تجيب الاي دي، اللولب اليوترس زي الفل، البرفوريشن ده هيلد من زمان، ما هو برفوريتد اه بس هيلد، ولقيت اللوب اهو. فانت بتمسك بقى باللاباروسكوب بالانسترومنت اللي انت مدخله الاي دي وتخرج الاي دي. فده هو لو مس اكسترا يوتراين اي دي، لانه مس انترا يوتراين اي دي بجيبه بالهستروسكوب، مس اكسترا يوتراين اي دي فبجيبه باللاباروسكوب. فدي كل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل لنا مع الاي دي. في سؤال في الاي دي ان جنرال؟ نيجي بقى على الهرمون الكونتراسبشن. الهرمون اللي هي ايه؟ يعني انتوا نفسكم ممكن تبقوا ايه ده؟ هديها هرمونات؟ هدي ست هرمونات؟ يا مدام انت شغاله بالهرمونات اصلا، انت كله عندك كل شهر هرمونات، فيعني مفيش اي مشكله من الهرمونات. الهرمونات مش هتجيب لها سكر، مش هتجيب لها ضغط، مش هتجيب لها مرض وحش، لا. لكن لو هي بريديسبوزد، هي اللي عندها يعني هي دايباتيك، هي هايبرتنسف، هي عندها بريست ليجن، هي عندها هيستوري اوف ديبيتي، هي اللي كان عندها مشكله كويس، فدي ما ينفعش تديها هرمونات. فبالتالي هيبقى الكومبليكيشن مش وارده، لان انت بتكونسل البيشنت وبتسلكت البيشنت، بتعمل بروبر سلكشن. فلو لقيت ان هي ما عندهاش يا مدام عندك سكر، ضغط، بتتعالجي من حاجه في الـ في الـ في الليفر، في الكبد بتاعك، جالك قبل كده اي تليفات على الثدي او امراض حتى لو حميده على الثدي، يعني جالك قبل كده ديبيتي او غلطات او كده، فلو قالت لك اه
او مامتي جالها مش عارف بريست كانسر وخالتي جالها خلاص دي مش كانت اساسا الهرمون الكونتراسبتيف خلاص خلصنا من بالك. لا جايت لك لا ولا انا ولا عيلتي ولا 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 وزي الفل ما فيهاش حاجه خلاص دي كانديديت فور هرمون الكونتراسبشن. يعني الهرمون مش هتنيشيت مش هتنيشيت لكن لو هي عندها هو اللي هتظهر مع الهرمون. فعشان كده مهم جدا الهيستوري وانت بتاخد هيستوري من البيشنت خلاص. طب افرض ان هي كانت بريديسبوز للدي دي تي بس حظها ما جاش لكن مع استخدامها للهرمون جالها دي تي خلاص هتوقفه هتوقفه. يعني هي جالها دي تي وهي بتستخدم هرمون هتوقف خلاص ومش هترجع تستخدم تاني هرمون. يعني لو حصل لها الكومبليكيشن دي وكان ما كانتش معروف ان هي اساسا عندها هذه المشكله خلاص هتوقف. لكن لو مديلك هيستوري هيستوري اوف بريست ليجن او هيستوري اوف فاميلي هيستوري اوف او هي عندها امبيرد ليبر فانكشن او عندها ترامباتيك ايفنتس حصلت لها او هيستوري اوف ترومبوزس او كده خلاص هي مش كانديديت. فعشان كده لازم يبقى في بروبر سيلكشن للناس اللي هعمل لهم هرمون الكونتراسبشن. لازم يبقى في بروبر سيلكشن. وانس يو سيلكت خلاص هو مش هينيشيت. يعني هو ما بتجيبش سكر ما بتجيبش ضغط ما بتجيبش قلب ما بت... هي ما بتجيبش. لكن لو هي اساسا عندها هذه المشاكل ممكن الكنترول بتاع الدايبيتس او الهايبرتنشن او كده يبقى صعب مع مع الهرمون. عشان كده ما بنستخدم لهمش هرمون الكونتراسبشن. ده كونسبت لازم يبقى في ذهننا. مش ان هو لا ما تستخدميش راس مانع الحمل لانها هتجيب لك كذا وكذا كذا. هي مش هتجيب لك لكن انت لو عندك يبقى ما ينفعش تستخدمي. عشان كده مهم جدا تاخد من البيشنت هيستوري تاخد من الست اللي هتجيلك الليدي هيستوري عشان تعرف هي تستخدم الهرمون ولا ما تستخدمش. هو ايه الهرمونات اللي هتبقى موجوده في القرص؟ استروجين اند بروجستيرون. ممكن يبقى بروجستيرون لوحده ممكن يبقى استروجين لوحده لا مش بالظبط كده. بالرغم ان احنا بنشتغل على الاستروجين كونتنت يعني احنا الفايده كلها من الاستروجين كونتنت اللي موجود لان الاستروجين كونتنت هو اللي هينهبت الاوفيليشن فاحنا اللي محتاجين الاستروجين كونتنت. لكن ما ينفعش اديها استروجين من غير بروجستيرون. انا اللي هينجوز بقى اندوميتريال كارسينوما وبريست كانسر وكده. فما ينفعش ان انا ادي الاستروجين بتاعه بروجستيرون فلازم ادي اوبوزد استروجين اوبوزد استروجين. فلازم الراف يعني لو تبصوا كده على الكونتنت اللي انا كاتباها استروجين بروجستيرون استروجين بروجستيرون استروجين بروجستيرون 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 لكن ما فيش استروجين لوحده بالرغم من الفايده او الكونتراسبتيف ايفكت بيجي من الاستروجين بس ما فيهاش بقى استروجين لوحده. طيب عندنا ايه الهرمون الكونتراسبشن؟ ممكن تتاخد اورال اورال انتيك. والاورال انتيك طبعا ده لازم يبقى ديلي. اورال انتيك يبقى اورال انتيك ده ديلي. والاورال انتيك في راس فيها استروجين بروجستيرون وفي راس فيها بروجستيرون اونلي بيلز خلاص. فده بالنسبه للاورال اللي هو بيتاخد ديلي. في انجكتبلز في انجكتبلز اللي هي اي ام انجكشن انترا ماسكولار انجكشن. في انجكتبلز حقنه الشهر او حقنه الثلاث شهور. حقنه الشهر فيها استروجين اند بروجستيرون. حقنه الثلاث شهور فيها بروجستيرون اول فيها بروجستيرون اول. يعني استروجين بروجستيرون دي الحقنه بتاعت كل شهر اللي هي بتاخدها كل شهر. امال البروجستيرون اول دي الحقنه بتاعت الثلاث شهور اللي هي بتاخدها ديبو بروفيرا او كده دي حقنه الثلاث شهور. في حاجه اسمها سبديرمال امبلانتس يعني امبلانتس بنحطه اسمه امبلانون يعني حاجه اندر لوكال انستيزيا كده في الفور ار بتدخل حاجه زي ريزرفوار شبه المايرينا شبه الليمب بتاع المايرينا كويس. فبتدخله وده بيبقى فيه ريزرفوار فيه بروجستيرون اول ما فيهوش استروجين بروجستيرون اول. في فاجينال رينج رينج كده شبه الدايفرام بس هو رينج يعني زي الخاتم يعني في النص فاضي في النص فاضي لان هو مش بياكت از بارير هو بياكت ان هو ريزرفوار اوف هرمونز استروجين بروجستيرون بيبقى ريليز ديلي في الفاجينا فبالتالي بيعكس من السيستميك ابسوربشن اللي بيحصل منه فده في استروجين بروجستيرون ده الفاجينا رينج. اخر نوع اللي هو باتشز زي اللزقه زي النيكوتين باتش زي اي باتش كده ده في استروجين اند بروجستيرون. طب تعالوا نشوف اللي فيهم استروجين واستروجين بروجستيرون. هو الفكره كل ما يبقى عندي استروجين كونتنت كل ما بقى انا قلقانه. ركزوا معايا في الحته دي عشان بس بتتلخبطوا في الاخر. هو ده بيقعد قد ايه؟ هو ده بيقعد قد ايه؟ بيقعد كل 3 اسابيع كل 3 شهور كل شهر كل 3 سنين كل قد ايه؟ يعني فدي لازم بس نفهمها هي ايه الراشنال بيهايند ان هو بيقعد قد ايه. كل ما يبقى عندي استروجين كونتنت كل ما بقى قلقانه مش عايزه اسيب ده في ريزرفوار في جسم العيانه 3 سنين ولا 3 شهور ولا كده لان انا مش عارفه الريسبونس بتاعها للاستروجين اللي انا بديه ده هيبقى ايه. فلو الحاجه فيها استروجينيك كونتنت دي يا اما بديها كل يوم لان عشان اعمل بروبر كنترول يا اما اخري كل شهر. لكن لو اكتر من كده كل 3 شهور كل 3 سنين كل مش عارف ايه لا 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 دي اكيد بروجستيرون بس مش ممكن ابقى انا مطمنه وانا بدي العيانه حقنه لمده 3 شهور فيها استروجين خالص. تعالوا نشوفهم تاني. اورال يعني بتاخد كل قد ايه؟ كل يوم ممكن يبقى فيها استروجين. انترا ماسكولار في قلنا منهم فيها كل شهر وفي كل 3 شهور
تفتكروا مين اللي فيها اللي كل شهر ومين اللي كل 3 شهور؟ الاستروجين والبروجستيرون دي اللي هي كل شهر، لكن البروجستيرون بس هي اللي كل 3 شهور، لان مش هطمن ان انا ادي ولا 3 شهور. ده بسبب دورمال امبلانتس دي بتقعد 3 سنين. دي بروجستيرون اونلي، مفيش اساسا سب دورمال امبلانتس فيها استروجين اساسا، لان دي بتقعد 3 سنين، دي بتسيبها في جسمها 3 سنين. بعد 3 سنين الهرمون بيبقى مش موجود، فممكن تسيب البتاعه دي انر او انك انت بتشيلها لها اندر لوكال انستيزي. فده سب دورمال امبلانتس. طب نيجي للفاجينا رينج. الفاجينا رينج دي بتحطها من 5 يوم لنزول الدوره وبتسيبها 3 اسابيع في جسمها وتشيلها لما الدوره الجايه دي. يبقى دي بتقعد 3 اسابيع، يبقى بالتالي ممكن يبقى فيها استروجين، ممكن يبقى فيها استروجين. دي بتتحط في جسمها 3 اسابيع بس، 3 اسابيع ما عدتش شهر يعني، دي 3 اسابيع بس. طب الباتشز، الباتشز هي بتحطها 5 يوم لنزول الدوره برده وبتغيرها كل اسبوع. يعني مثلا 5 يوم لنزول الدوره بتاعها كان يوم زي النهارده الخميس، الخميس الجاي هتحط واحده ثانيه، خميس بعد هتحط واحده ثالثه. هي اساسا الباكج او البوكس فيه 3، فبحيث انها بتحط واحده النهارده، الاسبوع الجاي تغيرها، الاسبوع الثالث تغيرها، اسبوع 3 اسابيع بس. طب امال الاسبوع الرابع هيحصل ايه؟ تنزل البيريد بالظبط كده. فبالتالي هي بتتحط اساسا كل اسبوع لمده 3 اسابيع. فدي يبقى فيها ممكن استروجين ولا لا؟ ممكن استروجين. فلو تبصوا على الميثودز الديلي، ممكن يبقى فيها استروجين طبعا. الانجكشن بس كل شهر مش كل 3 شهور، كل شهر ممكن يبقى فيها استروجين، لكن كل 3 شهور دي بروجستيرون بس. الامبلانتس دي كل 3 سنين نادر ابدا احط فيها استروجين، انا حطها من ازاي واسيب لها كده استروجين في جسمها 3 سنين؟ فهو لازم تبقى بروجستيرون بس الامبلانتس. نيجي للفاجينال رينج والباتشز، دول اللي هم بيقعدوا 3 اسابيع، فالاثنين دول برده ممكن يبقى فيهم استروجين. اول 3 موجودين في الجوفرمنت، يعني في الوحدات الصحيه، ودول اللي انتوا هتشتغلوا بيهم، ودول اللي موجودين في عياده القصر العيني كويس، اللي هم الاورال والامبلانتس والانجكتبلز. لكن الباتشز والرينج دول موجودين اون برايفت سيكتور بس، يعني موجودين في الصيدليات، سعرهم اغلى شويه. فبالتالي لو انت بتشتغل على البرايفت يبقى ممكن انك انت تكتبهم للبيشنت او للليدي يعني، لكن لو انت بتشتغل في الوحده الصحيه مش هتلاقي قدامك غير دول طبعا مع الاي دي. انا هنا بس بقول دول عشان انا بتكلم على الهرمون، الهرمون الفورمز اوف كونتراسبشن. طب نيجي نتكلم على الهرمونز، ده هما بيأكتوا ثرو انهيبيشن اوف اوفيليشن بالظبط، سبيشالي الاستروجينيك كونتنت. طب ومين الحاجات اللي فيها بروجستيرون بس هتأكت ازاي؟ اتروفي بالظبط كده، بروجستيرون اتروفي او اندوميتريوم، يبقى هو انفيفربل فور امبلانتيشن، لان تيجي الفيرتلايز اوفم، لان بنقول ان هو مش بيبريفنت اوفيليشن، فممكن يحصل لها اوفيليشن، بس تيجي بقى على الاندوميتريوم ده اتروفيك، ده توتالي ما ينفعش ان هو يحصل منه امبلانتيشن. بس لو البروجستيرون ممكن ينهبت شويه الاوفيليشن، لكن دي مش المين اكشن بتاعته. المين اكشن بتاعته ان هو يعمل اتروفي للاندوميتريوم، thick cervical mucus عشان السبيرمز cannot penetrate كويس، وبيأثر على الموتيليتي بتاعه التيوبز، لان ده بروجستيرون هيقلل ولا هيزود الموتيليتي؟ هيقلل الموتيليتي، بروجستيرون بيعمل ريلاكسيشن. فده هاو ات اكتس، هاو ات اكتس، هاو الهرمون الفورم اوف كونتراسبشن بيأكت. الاستروجينيك كونتنت هي اللي بتنهبت الاوفيليشن، لكن البروجستيرون كونتنت بتأكت ثرو اتروفي اوف اندوميتريوم، فان فيفربل اندوميتريوم فور امبلانتيشن حتى لو حصل اوفيليشن يعني، والثيك سيرفايكال ميوكس وقصه التيوبل موديلتي. فدي الميثود اوف اكشن. طب تفتكر ايه البنفيت بتاع الهرمون الكونتراسبشن؟ هاي فيري هاي افكتس. حتى لما تيجي تقول لك انا حملت على الاقراص، ده بيشنت فيلير، يوزر فيلير، وليس ميثود فيلير. هو ازاي بتستخدم؟ لان دي حاجات مهمه بتتسالوها، وممكن تيجي برده في الكيس وممكن الريلاتيفز يسالوكوا. هي دلوقتي معاها باكج اللي فيها استروجين اند بروجستيرون كويس، بتستخدمها ازاي؟ يعني اي وقت هي دلوقتي عايزه تمنع حمل، هتجيب من الصيدليه بتاع وتبتدي تبلبعه ولا هتعمل ايه؟ لازم في وقت معين. ليه؟ عشان يمالك الناتشورال سايكل، لان هو الفكره بتبريفنت اوفيليشن، فهتبريفنت الاكسس من اول جي ان ار اتش اكسس كله، يعني مش هيجي لها دوره، لا بيجي لها ارتفيشال منسز. ليه؟ لان الاستروجينيك كونتنت اللي انا بديه اللي موجود في الفيلز دي بيأكت على طول بريفرلي على الاندوميتريوم، فيعمل بيلدنج اب للاندوميتريوم، وبعدين البروجستيرون ده يبريفنت البيلدنج اب يبقى كتير قوي او بروليفريتيف. ات تايم انا ببطل لها الاقراص، حصل ويزدرول ما بقاش فيه الاستروجين ده، فيحصل لها ويزدرول بليدنج او تنزل لها منسز. عشان كده هي لازم تاخدها كل يوم ديلي، ومش كل يوم مره كده وخلاص، لا كل يوم في نفس الساعه في نفس الميعاد، عشان يفضل الاستروجينيك كونتنت ده كنترول، يعمل كنترول بروليفريشن للاندوميتريوم، والبروجستيرون برده بيكمبيت لحد ما يجي وقت بعد 3 اسابيع. يعني هي بتبتديها من 5 يوم لنزول الدوره لمده 21
20 يوم كونتينوس، حتى هم هتلاقيهم 21 حبايه، الشرايط بتاعت الاي بتاعت الاو سي بيز 21 حبايه كل يوم في نفس الساعه في نفس الميعاد، هي متعوده 5 الصبح يبقى كل يوم 5 الصبح 11 بالليل، كل يوم 11 بالليل، واحده 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 لحد 21 يخلصوا. يخلصوا ال 21 يوم هي هتبطل، خلال اسبوع هتنزل عليها بيريد، لما تنزل البيريد تعد تاني من خامس يوم لنزول البيريد، تروح شاريه باكج ثانيه وتبتدي ان هي تاخدها كل يوم في نفس الساعه في نفس الميعاد. طب افرض ان هي نسيت حبايه، وتيجي اتس فيري كومن تيجي تقول لك انا نسيت تاخد الحبايه بتاعت امبارح. اذا انا افتكرت النهارده اول ما صحيت الصبح ان انا حبايه امبارح بتاعت 8 بالليل نسيت اخدها، اعمل ايه؟ تكمل بعد كده تاخدها ايميديتلي اول ما تفتكر، وبتاعت 8 بالليل لنفس اليوم تاخدها في ميعادها، خلاص تاخدها ايميديتلي. طب افرض انها نسيت حبايتين، برضه هتاخدهم، بس لازم تستخدم باك اب ميثود، لان ممكن يحصل الريجولاريتي، ممكن يحصل لها حاجه اسمها بريك ثرو بليدنج، او ينزل عليها نقط دم نتيجه اللي بقى لنا شويه مفيش الاستروجين ده، فممكن يبتدي يحصل ويذدرول بليدنج لان هي بطلت. لو نسيت ثلاث حبايات هتحمل عادي بقى، خلاص تسيبها، لان ثلاث حبايات ده كتير، انك انت ما ينفعش تاخد ثلاث حبايات مع بعضيها، خلاص فهتسيبها. يعني لو نسيت حبايه تاخدها اول ما تفتكر، نسيت حبايتين برضو تاخدهم قبل اول ما تفتكر، وتاخد الحبايه الثالثه في ميعادها، يعني هي بتاخدها 8 بالليل وهي افتكرت الساعه 7 بالليل، تاخد الحبايتين 7 بالليل والثالثه تاخدها الساعه 8 بالليل زي ما هي متعوده. لو نسيت اكتر من حبايتين، ثلاث حبايات، خلاص هتديسكارد الباكج ده، ما تكمليهوش يا مدام وبطلي، هينزل عليكي ويذرول بليدنج. اذا انا بقالي 5 ايام بس، هينزل برضو عليكي ويذرول بليدنج، ده طبيعي طالما اديت هرمونات وايويذرول ات لازم هينزل عليها ويذرول بليدنج. وبعدين لما ينزل ويذرول بليدنج تشتري باكج جديده، من خامس يوم لنزول الدوره تبتدي تاخدي ال 21 يوم. اذا انا الدوره اتلخبطت، ما حضرتك اللي لخبطتيها، انت اللي لخبطتي في اخذ البيلز، فبالتالي الدوره التايمنج بتاعها هيتلخبط، بدل ما انت متعوده تجي لك يوم 25 في الشهر هتجي لك مش عارف يوم 4 ولا 5 في الشهر، خلاص هنبتدي ان احنا تبقي انت عارفه انها هتجي لك كل يوم 4 او 5 في الشهر. تاني الاورال انتاك، الاورال انتاك بتاع مين؟ الكومبايند اورال كونفرنس، يعني كومبايند يعني فيها استروجين بروجستيرون. كام حبايه؟ هم 21 حبايه. بتاخدها ازاي؟ من خامس يوم لنزول الدوره كل يوم حبايه في نفس الساعه في نفس الميعاد لمده 21 يوم. اول ما تبطلهم خلصت الباكج، خلص ال 21 يوم، بطلتهم، نزل عليها دم، تبتدي تاني من خامس يوم لنزول الدوره تاخد، خلاص تبتدي تاني تاخد، هينزل عليها دم امتى؟ خلال اسبوع. طب الفتره اللي هي ما بتاخدش فيها بيلز ما عليهاش بليدنج، يحصل انتركورس ولا ما يحصلش؟ يعني يحصل حمله ولا ما يحصلش؟ ها ايه رايكم؟ يحصل انتركورس ولا لا؟ يحصل عادي، لان انا خلاص انا انهبيتد الاوفيليشن من فوق، بيحصل عادي. ايوه بس انا ما باخدش اقراص وما عليهاش دم، يعني ممكن يحصل انتركورس مش هيحصل حمله يا دكتوره؟ لا مش هيحصل حمله. ليه مش هيحصل حمله؟ لان اوريدي انهبيتد الاوفيليشن. نفس الكونسيبت برده، ما ينفعش ان هي تاخديها عند اللزوم، جوزك مسافر جاي النهارده هياخد الحبايه ولا هتعمل لنا اي حاجه اساسا، انت الاوفيليشن اكسس بتاعك شغال عادي خالص، فهي مش عند اللزوم، ولا ان هو ايه اصل هيقعد اسبوع بس اجازه اخدها اسبوع وبعدين بعد كده، لا هي لازم تتاخد انها تو انهبيت الاوفيليشن، يعني لازم تتاخد ال 21 يوم بالطريقه اللي احنا بنقول عليها دي، حتى لو جوزك نازل اجازه تبقي من قبلها من الاجازه اللي قبلها. طبعا في كمان نون كونتراسبتيف يوز اوف الهرمونال او الاي ديز او سوري الاو سي بيز، نون كونتراسبتيف يوز اللي هي واحده عايزه ديلي السايكل بتاعتها، بدل ما تاخد 21 يوم تكمل بقى 32 35 45 يوم عشان مثلا مسافره حج ولا وتابر ولا راحت تتجوز او كده، فمش عايزه كتير تنزل عليها. وانس ان هي بطلت يبقى هتجيب تو باكجز، خلصت ال 21 تبتدي في الباكج اللي بعديها على طول ايميديتلي، وخلصت الايفنت اللي هي عايزاه تبطل البيلز اللي هي عماله تاخدها، هتنزل عليها بيريد، لان اكشوال البيريد دي بتبقى جاست ويذدرول بليدنج، ويذدرول دي تو ويذدرول اوف ذا هرمونز بليدنج، ويذدرول بليدنج. فده بالنسبه للاستروجين اند بروجستيرون. طب امال البروجستيرون اونلي بيتاخدوا بنفس الطريقه؟ بنفس الطريقه بس من غير بيريد فري انتربل، لا يعني تخلص الفاتح، حتى هو هتلاقوهم 28 حبايه بيتباعوا مع بعض، كويس تخلص تبتدي على طول، خلص تبتدي على طول، لان هي بروجستيرون اونلي مش قصه انهبيشن اوف اوفيليشن، لازم على طول يبقى في اتروفيك اندوميتريوم وتيك مش عارف سيرفايكال ميوكس وكده، فهي لازم كونتينوس انتيك، يعني بروجستيرون اونلي دول كونتينوس انتيك لازم تاخدهم على طول، مفيش بيريد ستوبج انتربل لا. طب امال امتى بناخد البروجستيرون اونلي؟ بناخد البروجستيرون اونلي طبعا ديورنج لاكتيشن، لان الاستروجينيك كونتنت دي بتنهبت اللاكتيشن، فهي لو بترضع، لو الست دي بترضع يبقى لازم تديها بروجستيرون اونلي بيلز. حتى في السوق هتلاقوا بيسموها راس الرضاعه، البروجستيرون اونلي بيلز معروفه في السوق بس انا باخد راس الرضاعه، راس الرضاعه اللي هي بروجستيرون اونلي بيلز، لان اشهر انديكيشن للبروجستيرون اونلي بيلز هو قصه اللاكتيشن او البريست. اوكي طبعا لو هي بتبطل فيد خلاص ما تستخدم الاقراص العاديه مش فارق معانا، لو هي بطل
فيدنج تستخدم الكومباين اورال كونتراسبتيفز، لكن لو هي بتبرست فيد يبقى لازم تستخدم بروجستيرون اونلي بيلز. ايه السايد افكت بتاع البيلز؟ ممكن لو هي طبعا الكونترا انديكيت لو واحده مش ريلايبل او مش كومبلاينت او بتنسى طبعا يبقى كانها ما بتاخدش حاجه. ماشي، ايه السايد افكت؟ هي بتعمل هايبركواجولنتي لكن مش هتعملها دي بتيجي لو كانت هي بريديسبوز، فدي لازم نبقى عارفينها ان هي بتعمل هايبركواجولنتي لكن مش لدرجه ان هي لان الاستروجين كونتنت بس مش هتعمل لها دي بي تي او كده غير لو هي بريديسبوز يعني عندها حاجه. طب افرض ان هي بريديسبوز او هي فعلا جالها دي بي تي قبل كده هتعمل لها ايه؟ بروجستيرون اونلي بيلز. بروجستيرون اونلي بيلز يعني الناس اللي جالهم او عندهم هيستوري يعني بتوع الباسكولار يضايقوا مننا قوي قوي في الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز، لكن لو هندي بروجستيرون اونلي بيلز ما عندهمش مشكله لان البروجستيرون فعلا مش بينكريز الترامبو امبوليك مانيفستيشن ولا ترامبوتيك ولا كده. فلو هي جالها دي بي تي قبل كده فتبقى كانديديت لان احنا نديها بروجستيرون اونلي بيلز لو انت مضطر تديها هرمونال ما ينفعلهاش اي مثلا ثانيه كونتراسبشن. يبقى الكومبليك او سايد افكتس بتاعتها هي في الاول هيبقى عندها سام فورم اوف نوزيا بلوتينج مش عارف اللي هي الحاجات شويه بتاعه البي ام اس بتاعت البي ام اس ده ايه على طول على اول ايام وهي بتاخد البيلز لحد ما جسمها بيتعود عليه، بعد كده مش هيبقى عندها المشاكل دي. طب امال ممكن تعمل هايبر كواجولابل ستيت؟ اه ممكن تعمل هايبر كواجولابل ستيت، ولو حصل لها هذا الهايبر كواجولابل ستيت ابتدى يبقى مانيفستد يبقى لازم توقف خالص الاستروجينيك كونتنت، ممكن تشفت على البروجستيرون اونلي او اي مثل ثانيه فور كونتراسبشن. السايد افكت الشهير جدا لو هي الريجولر انتيك ان هي بتاخدها فعلا كل يوم اه بس مره في اليوم اللي هو لما تصحى لما تفتكر لما مش عارف ايه، في بيحصل لهم حاجه اسمها بريك ثرو بليدنج ممكن يحصل لها تنقيط، فعشان كده مهم ان هي تاخدها كل يوم في نفس الساعه عشان ما يحصل لهاش هذا البريك ثرو بليدنج. بلس ان الاماونت اوف منسز هيحصل لها ايه؟ كلهم فيهم بروجستيرون فالاماونت اوف منسز هتقل بالظبط. يعني اللي تيجي تقول لك انا اساسا الدوره بتجيلي 3 ايام لو خدت البيلز الكومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز الدوره ممكن تجي لها يومين او يوم او تبقى سباتنج. طب لو خدت بروجستيرون اونلي بيلز او انجكتبلز اللي هي كل 3 شهور او امبلانتس ما كلهم بيشتغلوا بنفس الطريقه ممكن ما جالهاش تبتدي خالص. تيجي تقول لك انا باخد حقنه ال 3 شهور انا جايه في سكندري انا دي شهيره جدا جدا انا الدوره ما بتجيليش بقى لها سنه. ليه يا مدام؟ ما هو بقى لها سنه مش ممكن تبقى حامل مش كده ولا ايه؟ ماشي اعملها بريجننسي تست بس يعني بقى لها سنه ما بتجيلهاش الدوره. تقعد تجيبها يمين وشمال دي في الديفرنشال دياجنوز بتاع السكندري امنوريا اوفيريان كود مش عارف ايه وانت مش فاهم ما هي في الاخر ماشيه على اي ادويه؟ لا. طب ما يا مدام تيجي وهي بتطلع لك حاجتها كده تلاقي الشريط بتاع الرسم الحرف امال ايه ده يا مدام؟ لا ده مش ده ده رسم انا الحرف بتاع البروجستيرون اللي باخدها، او تلاقي الروشين بتاع اللي كان بيبقى عندهم كده زي بروشور بتاع الانجكتبلز عشان كتب فيه تاريخ الانجكشن وبتاع الثلاث شهور المفروض تاخدها انت. تلاقي ان هي بتاخد ماشيه على حقنه الثلاث شهور. طب يا مدام انت بتاخدي حقنه الثلاث شهور؟ ايوه. طب ما عشان كده ما بتجيلكيش الدوره. والستات بيتداووا في الارياف ان هي ما بتجيلهاش دوره خالص من يوم ما اتجوزت لانها حمل في رضاعه في حمل في رضاعه في حقنه الثلاث شهور في حمل في رضاعه من يوم ما اتجوزت ما جاتليش دوره. دي من حاجات التباهي يعني. فده بالنسبه للبروجستيرون الاماونت اولا لو الاستروجين بروجستيرون الاماونت اوف منسز هتقل. طب والديسمنوريا؟ مش هيبقى فيه اساسا ديسمنوريا لانه مفيش سبازماتيك ديسمنوريا ما هو مفيش اوفيليشن وهو اساسا سبازماتيك ديسمنوريا بتيجي مع الاوفيليشن فهي كمان ساعات تجي لك كومبلين ايه؟ انا من ساعه ما بطلت الاقراص الدوره بتجي لي بمغص جامد قوي. عادي يا مدام ما انت بطلتي الاقراص بقيتي اوفيلاتري فالدوره عادي انها هتجي لك بمغص. فدي من الحاجات اللي هو ايه ما تاخدهاش انها كومبلين ريشور البيشنت بس ان هو ده طبيعي لان طالما ان انت بتاخدي اقراص عن الحمل هي ما عندكيش اوفيليشن فما عندكيش سبازماتيك ديسمنوريا. السنساتيك ولا الناتشورال؟ وناجي احنا متفقين على رول كده من الاول في حاجه اسمها سنساتيك وفي حاجه اسمها ناتشورال سواء الاستروجين او البروجستيرون. الناتشورال الاستروجين هو ده اللي بيزود الاتش دي ال وبيبروتكت اجنست الثرومبوزس خلاص، لكن السنساتيك لا ده اللي هو بيزود الثرومبوزس. نفس الفكره بالنسبه للبروجستيرون في السنساتيك وفي الناتشورال. السنساتيك اللي بيعمل اتروفي للاندوميتريوم كويس وده طبعا اتروفي للاندوميتريوم ولا في سكريتوري ولا في بروستاجلاند ولا في كلام من ده، لكن الناتشورال البروجستيرون هو ده اللي سكريتوري وهو ده السيبريشن وهو ده البروستاجلاند وهو ده اللي بيعمل كده. فعشان كده حتى لما نيجي نتكلم ان شاء الله الاسبوع الجاي على الابورشن وكده يبقى ونيجي نتكلم على مثلا واحده عندها ثريتند ابورشن او ليوتيريان فيز ديفكت وهنقول ان احنا محتاجين نديها بروجستيرون هيبقى عندي نوع من البروجستيرون ناتشورال ولا سنساتيك؟ طبعا ناتشورال لان انا عايزه ابيلت اب اكتر الاندوميتريوم او اعمل سكريتوري اندوميتريوم سيفير سكريتوري اللي هو بيبقى الديسيجن.
يبقى عندنا الادفانتج بتاعة الكومبايند اورال كونتراسبتيفز او كل الهرمونات هاي افكتس بتاعتها عالية قوي هاي افكتس طبعا شيب تعترف ريلاتيفلي طبعا شيب وايزي وافيلبل لان الاقراص دي اساسا اول ثلاثة كاتيجوريز كمان بيبقوا موجودين في الوحدات الصحية يعني فور فري ولا بتدفع مش عارف كام قرش جنيه جنيه ونص حاجات زي كده يعني بتريجوليت السايكلز يعني لو هي جايه لك بريجولر سايكلز اساسا من ضمن الماسس تو ريجوليت السايكلز كنا بناخد الاوسيبيس الاوسيبيس دي بتريجوليت لو هي اساسا السايكل تقول لك بس انا دورتي ملخبطه طب هي انت هتظبط الدوره كمان باستخدام الاوسيبيس فهي بتريجوليت السايكلز هتريجوليت السايكلز هتخلي بين للسايكلز هتديكريز الاماونت اوف بليدنج لو هي اساسا عندها منوراجيا يعني كل دي ادفانتج بتاعه البيلز مور كومن في الديفلوبينج ولا الديفلوب كانتريز ديفلوب طبعا مهما قلت ومهما عدت بيبقى الستات ايه ده انا هاخد هرمونات انا هلعب في هرموناتي طب انت لما بتحملي بتلعبي في هرموناتك يعني ماشي فده بالنسبه لنا بتبقى الديفلوب كانتريز فعلا اكتر استخدام البيلز لو على طول راس مانع الحمل موجوده معاهم في شنطتهم لكن طبعا عندنا هنا اللوالب هي اللي بتبقى منتشره اكتر السايد افكتس بتاعتها بريك ثرو بليدنج لو هي الريجولر انتيك او يعني ما بتاخدهاش بدقه كويس حد كريس طبعا اماونت اوف منسز ممكن نعتبرها سايد افكتس او لا على حسب الست هي بالنسبه لها كانت المنسز اوريجينالي اخبارها ايه طبعا امينوريا مع البروجستيرون اونلي كونتراسبشن اللي هو سواء السابديرمال امبلانتس او الانجكتبلز بتاعه الثلاث شهور او الاقراص اللي هي بروجستيرون اونلي بيلز ممكن تعمل لها نوزيا وبلوتنج مش لدرجه فوميتنج يعني شويه سيمتومز كده بس دي في اول ايام لكن بعد كده هي بتتعود على يعني جسمها بيتعود عليهم ما بتبقاش السيمتومز دي موجوده كونترا انديكيشن هي دي لسه مهمه جدا 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 عشان ما ينفعش انك انت تدي الواحده ست اساسا هايبرتنسيف وان كنترول دايابيتيك وان كنترول عندها امبيرد ليفر فانكشنز تدي لها بيلز خالص ما ينفعش ما ينفعش لان هي اساسا ميتابولايت في الليفر والليفر بتاعها لو في مشكله يبقى انت كده بتديها حاجه هيبقى توكسيك اساسا على الليفر اللي اصلا كومبرومايز فما ينفعش تديها لواحده عندها اكتيف ليفر ديزيز او امبيرد ليفر فانكشن ما ينفعش تديها لواحده عندها هيستوري اوف دي بي تي ما ينفعش تديها لواحده عندها هيستوري اوف بريست ليجن حتى لو كان بناي او هيستوري اوف الفاميلي هيستوري ماتيرنال فاميلي هيستوري طبعا يعني مامتها خالتها جدتها لمامتها لكن ناحيه باباها ملناش دعوه يعني لو عمتها ملناش دعوه هي المهم ناحيه مامتها ما يكونش عندهم هيستوري اوف بريست كانسر فالليسته بتاعه الكونتر انديكيشن هي دي لازم انت تبقى عارفها يعني عن ظهر قلب فعلا عشان ما يعني ما تبقاش انت اللي جنيت على العيانه طالما انت عملت بروبر سيلكشن للبيشنت اللي تستخدم الهرمون الكونتراسبشن خلاص طبعا لو لاكتيتنج ما ينفعش ان انا ادي لها استروجين كونتنت لازم اديها بروجستيرون اونلي كونتراسبشن اللي هم مين البروجستيرون اونلي كونتراسبشن اللي هو ايه انترا ماسكولر انجكشن كل 3 شهور او بروجستيرون اونلي بيلز اللي هي بتتاخد كونتينيوس وذاوت ستوبج او سابديرمال امبلانتس اللي هي بتقعد لمده قد ايه 3 سنين في حاجه تاني ايودين ليبونورجسترون انتراكراين سيستم لو جالك ايه انيميريت بروجستيرون اونلي كونتراسبشن ما تنساش انت عندك ده وده 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 خلاص هم الاربعه بروجستيرون هم اللي عندنا بروجستيرون اونلي ليبونورجسترون ريليزنج اي دي ده بروجستيرون اونلي والبروجستيرون اونلي بيلز اللي هي بتتاخد ديلي ويزاوت ستوبج الانجكتبلز اللي بتاخد كل 3 شهور السابديرمال امبلانتس اللي هي بتقعد 3 سنين وخلي بالك والبروجستيرون اونلي ليفونورجستر اللي كان بيقعد قد ايه برده من 3 ل 5 سنين بالظبط كده فعشان كده انا مطمنه لانه بروجستيرون اونلي فبالتالي عادي ما هو ما فيهوش استروجينيك كونتنت يبقى احنا عرفنا ده بيتاخد ازاي كل يوم وده كل يوم وزاوت ستوبج ده كل شهر كل 3 شهور ده بنحطه لمده 3 سنين الفاجينال رينج قلنا ان احنا بنحطها خامس يوم لنزول البيريد يعني الرينج دي هي بتحطها خامس يوم لنزول البيريد لازم تحطها في مكان معين في الفاجينا الفاجينا الرينج ايه رايك يا دكاتره بصوا يا دكاتره كان زمان يعني البيل هو ده شرايط البيل اللي هتشوفها دلوقتي كلها لون واحد كلها لون واحد بنسميها مونوفيزيك كان زمان في حاجه اسمها باي فيزيك وكمان كان في تراي فيزيك اللي هي ايه كان الكونتاكت الاول بتاع الاستروجين اكتر على اساس تمامك البروليفريشن بتاع الاندوميتريا وبعدين بعد كده حاطين كونتاكت استروجين اند بروجستيرون وكان التراي فيزيك دي يعني استروجين مع استروجين بروجستيرون بعدين بروجستيرون يعني كانت كده لو ان هو مش افكتيف قوي مش افكتيف بزياده يعني عن المونوفيزيك بلس ان هي ممكن تلخبط العيانه يعني كانت العيانه تاخد قرص اصفر وبعدين قرص احمر وبعدين قرص ابيض يبقى عليها بليدنج على طول ومش نقدر نكنترول السايت فدلوقتي كل اللي هتلاقوه في السوق وكل اللي بيستخدم بقالنا سنين كويس هي المونوفيزيك لسه بعض الكتب تلاقيها كاتبه كلمه باي
طول برضو استروجين بروجستيرون بس اوف فاريبل كونتنت. لسه هتلاقي برضو في الباكج دي لو قلبتها مكتوب ماندي تيوزداي وينزداي مش عارف ايه. هي لازم تاخدهم بالترتيب؟ لا مش لازم، بس دي طريقه عشان كلهم نفس الكونتنت. خدت بتاع ماندي يوم تيوزداي مش فارقه، بس هو الفكره ان احنا كن ليه بيبقوا كاتبينهم شركات الادويه كده؟ عشان هي تفتكر يعني هي خدت حبايه النهارده ولا لا. لما تبص تلاقي بتاع تيوزداي متاخده لا خلاص هي خدتها، بس عشان طريقه لانها تفتكر. لكن لو خدتهم بطريقه ملخبطه ما يجراش حاجه، المهم ان هي ما تنساش الحبايه. فده منظر الشرائط. في بعض شركات الادويه بقت بتحط بلاسيبو هنا عشان هي ما تقعدش اسبوع ما تاخدش حاجه وبعدين تنسى ترجع تاخدها. الستات بقوا بيتلخبطوا في اللون الاحمر ده، ساعات بياخدوه مكان اللون الابيض، فما بقاش في شركات بتعمل القصه دي. خلاص، فده بالنسبه للشكل. ده حاجه اسمها سايكلوبروجينوف المدور، ده بيريجليت السايكلز، بياخدوه اكتر بتوع الاو سي بيز لان الكونتنت بتاعت الاستروجين ام بروجستيرون فيه اقل من الكونتراسبشن. اي يعني تعمل كونتراسبشن؟ لا، ممكن تعمل كونتراسبشن، فلو هي عايز تحمل ما ينفعش امشيها على السايكلوبروجينوف ده، بس عشان تبقوا انتوا شفتوا شكله الكومباين. اللي انا عايزه اوريه لكم كان الرينج والباتشز. اهو الرينج. رينج يعني زي الخادم، يعني في النص فاضي، مش زي الفاجينا الدايفرام. في فرق بين الفاجينا الرينج والفاجينا الدايفرام. ده يستخدم ازاي؟ الست بتدخله جوه الفاجينا، طبعا هو برده زي سايلاستيك كده رابر، فهي بتتنيه وتروح مدخلاه في الفاجينا، في اي مكان في الفاجينا. هو مش لازم يتحط لانه اتس نوت دايفرام، هو اساسا من جوه فاضي، يعني هو فراغ. فبالتالي مش شرط ان انا تحطه بتوين الانتيريور انتسير وول ان هو يمسك كده خالص. هو بس the mere presence of the vaginal ring لان هو ريزرفوار اوف بروجستيرون. قولي استروجين بروجستيرون. بالظبط، هو ريزرفوار اوف استروجين بروجستيرون. فبالتالي هي بتحطه خامس يوم لنزول الدوره، كويس، وبتسيبه 21 يوم، بتسيبه مكان لان هو بيريليز استروجين بروجستيرون. ما ينفعش تشيله وتحطه وقت الانتركورس، هو مش هيضايقها during intercourse. بس حتى لو ضايقها during intercourse هي ما ينفعش تخليه، ممكن تشيله بس ما تخليهوش بره جسمها اكتر من 3 ساعات، والا الريزرفوار والكونتنتس اللي في جسمها من الاستروجين بروجستيرون مش هتنهبت الاوفيليشن ومش هتعمل لنا الايفكت اللي بنقول عليه. فهي بالتالي ممكن ان هي بيتحط، هو طريقه اخدها ان هو بيتحط خامس يوم لنزول الدوره، تسيبه 21 يوم، تشيله بعد 21 يوم هتنزل عليها دوره زي بالظبط فكره الهرمون الكونتراسبشن العادي الاو سي بيز. وبعدين لما تنزل الدوره خامس يوم لنزول الدوره تشتري تاني واحده ثانيه من الصيدليه، هم بيتباعوا بالوحايد في الصيدليه ب 50 60 جنيه حاجه زي كده. الميزه بتاعته ان هو الريزرفوار ده معمول من نفس الماده بتاعت الدعامات بتاعت القلب والستانس وكده، فما بيعملش انفكشن، ما بيعملهاش اكسسيف ديشارج كده لانه انرت ماتيريال. فده بالنسبه للفاجينال رينج. نفس البنفيت والسايد افكتس والايفكتس والكومبليكيشنز وكده بتاعت كل الهرمون الكونتراسبشن، تكتبينهم لكل الهرمون الكونتراسبشن مع بعض لان هو ده استروجين اند بروجستيرون. بيستخدم، هو بتسيبه لمده 3 اسابيع. في سؤال في الرينج ده موجود بس على البرايفت سيكتور، مش موجود عندنا في القصر ولا في الوحدات الصحيه. في سؤال في ورا ولا لا؟ نيجي بعد كده لاخر حاجه من الهرمون الكونتراسبشن اللي هم الباتشز. باتشز اهو، كويس، بيتحطوا هو سكوير كده، يعني مربعات كده باللون الجسم يعني. فهي بتحطها في اي مكان، بتحطها على الباتوكس، على الفور ارم، على الارم، على الجست، على المكان اللي هي عايزاه. بتحطوا امتى؟ برده هما بيتباعوا ثلاثه مع بعض في بوكس، بتحطوا خامس يوم لنزول الدوره او الباتش، وبعدين بتغيرها اسبوعيا لمده 3 اسابيع، وبعدين اخر لما تشيل الثالثه كويس هتنزل لها بيريد خلال اسبوع. اما تنزل برده تشتري باكج ثانيه ومن خامس يوم لنزول الدوره برده تحطها، ما تشيلهاش، ان هي بتسيبها اسبوع كامل وبعدين بتغيرها كل اسبوع وبتفضل 1 ويك فري انتر. استحمى بيها، تروح البيسين بيها، جاكوزي، ساونا بتاع، ما بتتشارج. لو اتشالت بترجعها تلزقها هي نفسها، ما تاخدش واحده ثانيه لان الريزرفوار او الكونتنس هتبقى في اللي هي قعدت يومين ثلاثه غير اللي هي الجديده، عشان ما تغيرش بس الكونتنت بتاع الهرمونز اللي موجوده فيها. كويس، فده بالنسبه للباتشز. برده موجوده بتتباع في الصيدليات برده تقريبا بنفس السعر بتاع الفاجينا رينج، لكن دي الابره باتشز دي موجوده على البرايفت سيكتور، مش موجوده في يعني الوحدات الصحيه. الحاجات دي لازم تبقوا عارفينها، يعني انتوا هتتسالوا عليها او كتير قوي ممكن زمايلكم مش عارف ايه كده يسالوكوا عليها، اخواتكم ريلاتيفز بتاع. فدي معلومات مهمه وانت هتشتغل بيها كجي بي، لازم تبقى انت عارف الكونتراسبشنز دي كويس. في سؤال في الهرمون الكونتراسبشن يا دكاتره؟ افيشنت افيشنت، بس لازم تاخدها يعني ما عندهاش بقى سيف ثيريز عادي.
عالية. سؤالي يا دكاترة هنا، طبعا الكومباين اورال كونتراسبتورز الافيكس بتاعها اعلى من البروجستيرون اورال، يعني البروجستيرون اورال الافيكس بتاعها 98%، لكن الكومباين اورال كونتراسبتور 99+، لانه في واحدة بتشتغل ان هي تنهي الاوفيليشن، عشان كده السيفتي مارجن بتاعها قليل. يعني هي لو بنقول بتاعه الفيلز العاديه الكومبايند، يعني ممكن لو نسيت حبايه تاخدها حبايتين، تاخدها ثلاث حبات ولا لا، بتاعه البروجستيرون قولي اخرها لو نسيت حبايه، لو نسيت حبايتين لا دي ممكن تحمل، بتستخدم بقى باك اب ميثود وتويزرو الباكج، ولما ينزل عليها كتير تبتدي من اول يوم لنزول الدوره تبتدي تستخدم الفيلز تاني، فالافيكس بتاعها اقل. طب امال يبقى بنستخدمها ليه؟ ما احنا مش بنستخدمها لو كان الا لو كانت كونترا انديكيتد انها تستخدم الكومبايند، يعني لا اما هي بتردع او جالها او كده. يعني نمبر 1 اوبشن الكومبايند، لان الكومبايند هي اللي بتريجريت السايكلز اكتر، هي اللي الافكس بتاعها اعلى كده. امتى هضطر استخدم بروجستيرون اونلي؟ لو كونترا انديكيتد ان انا استخدم الكومبايند، زي واحده عندها بتردع بريست فيدنج، او واحده جالها قبل كده دي في تي، او يعني عندها ترامباتيك ايفنت، فبالتالي انا مضطره استخدم البروجستيرون اونلي كونتراسبشن. اوكي، يعني هي فيزيكال كونتراسبشن لكنها مثلا بتمنع الفولتيشن زي لا ملهاش دعوه، هي 40% بينهبت الاوفيليشن، 40% منهم لقوا ان البروجستيرون اونلي بينهبت الاوفيليشن، لكن انت كان 40% ده اقل من النص، فما تقدرش تقول ان هي اتاكس باي انهبيشن اوف اوفيليشن، لكن انهبت الاوفيليشن في 40% من الستات، لكن بتاكس باي لوكال بريزنس اوف اللي هو الاتروفيك اندوميتريوم، وان هو بريفنت امبلانتيشن بلس السيرفايكال ميوكوس بلس التشوبس. اوكي، فده الطريقه ان هي مش فيزيكال قوي، يعني مش فيزيكال قوي، لان خلي بالك الثاني بيبريفنت امبلانتيشن باي ميل بريزنس، هو هيبريفنت امبلانتيشن باي اتروفيك اندوميتريوم اول ثرو كل الاندوميتريوم، مش هيحصل منه امبلانتيشن بلس كمان بتاع التشوبس. اوكي، في اي سؤال تاني؟ اللي ورا اتفضل. او ايه بريست كانسر، لو هي في فاميلي هيستوري اوف بريست كانسر ممكن ندي بروجستيرون اونلي. بص هو ده ديبيتبل شويه، ليه؟ لان هو اصلا البريست كانسر في استروجين ريسبتورز وفي بروجستيرون ريسبتورز برضه، فعشان كده اللي هو يفضل انك انت تبعدي عن الهرمونات كلها بالذات السيستميك. يعني ممكن تستخدمي مايرينا، لان مايرينا ده لوكال ايفكت، السيستميك ابسوربشن منه بيبقى قليل قوي، لكن ان انا ادي بروجستيرون كونتنت في بريست كانسر، ما انا مش عارفه مامتها ولا خالتها ولا كده كانت محطة، عشان كده لما بيعملوا ماستكتومي بيشوفوا هي فيها استروجينيك ريسبتور ولا بروجستيرون عشان يدوا لها ايه كيموثيرابي لو محتاجين يدوا كيموثيرابي. ففي النسبه الاعلى طبعا استروجين كونتنت او استروجين ريسبتورز، لكن في نسبه موجوده فيها بروجستيرون ريسبتورز. اوكي، اخر سؤال ناخده، مش بينهبت الاوفيليشن، فبتدي في اللاكتيشن لان البروجستيرون داز نوت انهبت الاكسس، ما احنا بنقول مش بينهبت الاوفيليشن، مش بينهبت فهو مش بينهبت البرولاكتين ومش بينهبت اللاكتيشن، عشان كده بنديه. هو الاستروجين هو اللي بينهبت اللاكتيشن والبرولاكتين يا دكاتره، لكن البروجستيرون مش بينهبت، فعشان كده بنديها عادي في اللي هو البريست فيد. اخر ميثود اوف كونتراسبشن كويس اللي هي استيرلايزيشن. استيرلايزيشن يعني ايه؟ هل هي ميل ولا فيميل ولا ممكن كده ممكن كده؟ طيب لو هي ميل استيرلايزيشن هنعمل ايه؟ فازكتومي. بالظبط، فازكتومي دي اندر جنرال ولا لوكال انستيزيا؟ ها هو اكشوالي لوكال، ده هو بتلاقي الهند بقى، الهند يعني مع احترامنا طبعا ده الهند، تلاقيهم برضو توابير على العياده ورجاله متعاونه جدا هناك، تلاقيهم لوكال 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 وفازكتومي فازكتومي، فيعني ده لوكال لوكال، مش محتاجه ان هو جنرال، انت بس بتحس الباز والكور وهو ما بيتحركش، ما هو راجل كبير يعني جاي يعني ايه شده، وما يعني اندر لوكال انستيزيا بيتعمل هذا البروسيدجر. طبعا انك تيجي تعمله في مصر، اولا هو مش بيأثر على البوتنسي، فبالتالي هو مش هيأثر ولا بيأثر على الهرمون الاكسس بتاعه والسبرماتوجينيسيس وكده، مش بيأثر على الهرمون الاكسس، هو بس بيعمل اوبستراكشن. اوبستراكشن يعني بيبقى ازوسبرميك عشان اوبستراكشن، وانس انك انت ممكن ترجعها، بس يعني طبعا الاوبريشن اللي هو ديبيتبل انك ترجعها، عشان كده حتى ساعات بيحقنوا دلوقتي بازل جل، بيحقنوا جل فوم او ماتيريال اللي هي بتقعد مثلا لمده سنه او سنتين او كده، وبعدين بيحصل لها ابسوربشن وكانلايزيشن للباز لوحده. فدي من الحاجات اللي فعلا منتشره قوي بتستخدم، مش في مصر برده، ان هو يعني بيستخدموا الباز الجل ده بيحقنوه في الباز ديفرنس، بحيث ان هو يعني ما يخليش ان يبقى فيه ترانسبورت اوف سبيرمز من التستيكلز لحد اوتسايد، فبالتالي يبقى temporary azoospermic، يعني مش azoospermic ان هو failure of spermatogenesis، azoospermic ان هو obstruction. فده لو احنا بنعمل male form of vasectomy او male sterilization.
هي طبعا اسهل بكتير وما لهاش سايد افكتس وكده، وممكن ان هي تبقى ترجع تاني. لو قلنا للستات تشوف اللايجيشن ممكن ترجع تاني، يبقى الميل برده ممكن يرجع تاني، يعني شويه يعني نعمل ري امبلانتيشن تاني للباز ويرجع تاني. انا قصدي ماشي. طب ايه الفيميل فورم اوف ستيرلايزيشن؟ ها بان هيستريكتومي. ايه رايكم ان انا اعمل لها ستيرلايزيشن، اعمل لها بان هيستريكتومي؟ بان هيستريكتومي يعني ايه؟ يعني توتال ابدومينال هيستريكتومي اند بايلاترال سيرفنجو فراكتومي. شوف اللايجيشن طبعا، شوف اللايجيشن. هو في ايه يعني الميل؟ طب ما الميل ما قلناش ليه كاستريشن، ما هو ده هيبقى فورم اوف ستيرلايزيشن. ليه ما اتقالتش؟ اشمعنى يعني الميل عادي يبقى فازكتومي لكن يجي على الفيميل لا بان هيستريكتومي؟ ماشي بان هيستريكتومي. طيب اهو ده يا جماعه، ده هنا يا دكاتره طبعا لما بنقول فيميل ستيرلايزيشن باي ديفول بيجي في ذهننا تيوبال لايجيشن. تيوبال لايجيشن طبعا ممكن تبقى بان هيستريكتومي، ممكن تبقى اوفيركتومي، ممكن زي ما انتوا عايزين. ما هو الفكره ان انا يعني ان انا امنع البريجننسي باي ستيج من اللي بيحصل فيهم بريجننسي، من اول الجينر اتش او الاف اس اتش ال اتش، الاوفريز نفسهم، اليوترس نفسه، التيوبز اللي بتعمل ترانسبورت، الفاجينا واقفه، يعني اي حاجه تمنع لنا ستيرلايزيشن. بس طبعا لما بنقول فيميل ستيرلايزيشن يبقى باي ديفولت بيجي في ذهننا اللي هي التيوب لايجيشن. التيوب لايجيشن ده انا بعمل انتربشن اوف التيوب يونيلاترال ولا بايلاترال؟ طبعا لازم تبقى بايلاترال، يونيلاترال دي مالهاش اي معنى خالص، فلازم تبقى بايلاترال. غالبا بنعملها لابراسكوبيك عشان تبقى ماينر بروسيدير، وبنخش بالمنظار بنعمل يا اما بنحط كليبس كويس على التيوبز، يا اما ان احنا بنعمل بنشيل سيجمنت من التيوب ونخيطه. فطبعا دي بتبقى الريفرسيبيليتي بتاعتها اقل بكتير عن ان انا لو حطيت كليبس وبعدين بعد كده شلت الكليب. بس خلي بالك لما تشيل الكليب ممكن برده ينجوز فايبروزس، يعني المكان او بص ممكن تشيل سيجمنت وتعمل وتخيط الناحيتين، او انك انت تروح حاطط كليب هنا وتنجوز فايبروزس او دايفيرمي، او انك انت تروح حاطط رينج على الهول ثيكنس اوف التيوب. كل دي ميثودز انك انت تعمل بيها تيوب لايجيشن. طبعا كل ما تبقى الميثود دراستيك زي بالمنظر ده كل ما هتبقى مور بيرمننت، كل ما تبقى الميثود زي القصه دي انك انت لو شلت بقى الرينج ده ممكن ان هو تبقى ريفيرسبل. بس الكونسنت اللي بتاخده من العيانه ان هو بيرمننت، لان افرض لحظك انت قلت لها ده ممكن تبقى ريفيرسبل بتاع، بعد كده لقيت ان حصل الفايبروزس او سيلي ريموفمنت بتاع التيوب بقت فيها حاجه او كده، فالكونسنت بيتاخد ان هو بيرمننت. عشان كده انا كلمه بيرمننت دي حتى جنبيها انترجيشن مارك كده، اللي هو انت بتتكلم مع العيانه ان هو بيرمننت. وحاجات الستيرلايزيشن ده لازم كونسنت من الكابل الاثنين، يعني جوزها كمان لازم يمضي، هي وجوزها، هي وجوزها لازم يمضوا على الكونسنت بتاع التيوب اللايجيشن كويس. وانت بتقول لها بتتكلم معاها سواء انت هتعمله لاباراسكوبيك او اوبن، انت بتتكلم على ان هو بيرمننت بروسيجر، ما ينفعش ان هو يبقى ريفيرسبل. فدي من الحاجات اللي انت لازم تكونسنت البيشنت عليها. طب هو بيتعمل لابراسكوبيك بس؟ لابراسكوبيك وممكن اوبن، او اكتر حاجه بنعملها فعلا هو طبعا لابراسكوبيك منتشر انه بيتعمل لابراسكوبيك تيوب لايجيشن، او امتى كمان؟ مع السيزار، مع السيزار. يعني هي مثلا دي بريفيس 5 وجايه لك بلاسنتا اكريتا وبتاع، فهالكونسنت ممكن يتعمل لها استراكتوم لانها مثلا بلاسنتا اكريتا زي ما هناخد في الابس في الابساتكس بعد كده، او ان هو لو ما عملتلهاش استراكتومي اعمل لها تيوب لايجيشن. هي مش ممكن تحمل، مش لازم تحمل تاني، او يكون عندها مثلا ليفر سوري كارديا بروبلم وبتاع ودخلت منك في هارت فيلير في الحمل ده، بس كملت الحمل وبتاع، فبالتالي ما ينفعش تديها كونتراسبشن بالنسبه للهرمونال لان هي كارديا، تيجي تركب لها اي دي ما هي برده ممكن يحصل انفكشن عليها وصاب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس وكده، تبقى انت مش عارف تستخدم لها ايه. فاحسن انك تعمل لها تيوب اللايجيشن وانت بتعمل لها القيصريه. يعني انت كده كده مش هعمل قيصريه عشان اعمل تيوب اللايجيشن طبعا، لا خلاص، يعني لو هي كده هتولد الطبيعي خلاص تولد طبيعي، وبعدين بعد ما 3 ل 6 شهور اعمل لها لابراسكوبيك تيوب اللايجيشن. طب هي لا هتولد كده كده قيصري عندها انديكيشن فور سيزارين سكشن، يبقى ساعتها وانا بعمل سيزارين سكشن ببقى واخده كونستانت مع السيزارين تيوب اللايجيشن، وجوزها برده ماضي على ان هو هيتعمل لها تيوب اللايجيشن مع السيزارين سكشن، مع السيزارين سكشن. لكن طبعا مش ممكن اجو فور سيزارين عشان اعمل تيوب اللايجيشن، لان مش ممكن اروح فور ميجر بروسيجر فتح بط عشان ماينر بروسيجر، فلا بستنى 3 ل 6 شهور بعديها وبعمل لها لابراسكوبيك مثلا تيوب اللايجيشن. في روت اخرى غير الاوبن واللابراسكوبيك تيوب اللايجيشن، ايه رايكم للتيوب اللايجيشن؟ يعني روت اخرى هيستروسكوبيك. لو استخدمنا هيستروسكوبيك نيجي على التيوب البيت اوبننج كويس، بنحقن ماتيريال زي جل فوق، بس هي مشكله الماتيريال دي ان هي رابيدلي ابزوربابل، فبالتالي دي مش بيرمننت ميثود اوف كونتراسبشن.
لانه يعني حتى ساعات بنستخدمها على فكره ليه، لو عايزين نعمل تيوب الديسكونكشن لوحده عندها هيدروسايتنس وهتروح تعمل اي بي اف اكسي بنعمل لها، لو هي عندها فروزن بالفز مثلا واديشنز كتير فايتس نوت سيف ان انا اخش لابراسكوبيك تيوب الديسكونكشن، بعمل لها هيستروسكوبيك تيوب الاوكلوجن بس بقول لها بسرعه تروحي تعملي الاكسي لان البتاع ده ممكن يحصل له ابزوربشن ما يقعدش معاكي اكتر من 3 ل 6 شهور وبعدين يحصل له تاني ريكانالايزيشن. فنفس الفكره عشان كده مش بنستخدم قوي الهيستروسكوبيك، لابراسكوبيك او اوبن او ما هو اوبن اللي هو مع السيزارين خلاص، لابراسكوبيك لابراسكوبيك. هل ممكن اعمل ثرو كولبوتومي؟ كولبوتومي يعني ايه؟ كولبوتومي يعني دخلت منين؟ دخلت من الفاجينا، فاجينا الروت، فاجينا مش هيستروسكوب ولا حاجه، ده فاجينا الروت كويس. يبقى انا حطيت سباكولم، انا بصيت للبوستيريور فورنكس اوف ذا فاجينا، مسكت البوستيريور فورنكس اوف ذا فاجينا، فتحت البوستيريور فورنكس، الاقي قدامي ايه لو فتحت البوستيريور فورنكس؟ ها هلاقي ايه اللي هنا؟ انا فين دلوقتي لو فتحت البوستيريور فورنكس؟ فالدوجلاس باوتش بالظبط كده، مش التيوبز موجوده في الدوجلاس باوتش، بس ساعتها هتبقى اكسسبل وممكن اندر يعني سباينال انستيزيا كويس، مش جنرال ولا حاجه لان لاباراسكوبي طبعا لازم جنرال انستيزيا، فممكن اندر سباينال انستيزيا ثرو كولبوتومي ان انا اعمل لها برده تيوب الليجيشن. ده بس عشان نبقى متخيلين، مهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان في اكسس من تحت، طبعا في اكسس من تحت، عشان كده الفاجينال بروسيدجرز ار فيري كومن في النساء ان احنا بنعمل اوبريشنز ثرو الفاجينال بروسيدجر. فده بالنسبه للتيوب الليجيشن او الستيرلايزيشن ان جنرال، وده طبعا لازم تبقى الكونسنت مع العيانه ان هم سنجل ديسيجن، فلازم يبقوا هم ديسايدد على كده، مش تجي لك بقى بعد شهرين ثلاثه سنه تقول لك لا انا عايز ارجع تاني وكده، فانه ممكن قوي ما تقدرش ترجع، انت ممكن ترجع البيتنسي لكن ما تقدرش ترجع فيزيولوجيكال فانكشن اوف ذا تيوب. اخر حاجه مهمه لازم نتكلم عنها نقولها في كلمه اللي هو الايمرجنسي كونتراسبشن. طبعا اللاكتيشن احنا قلنا اي حاجه بروجستيرون نقولي هي اللي تنفع. طب ايه هي الايمرجنسي كونتراسبشن؟ ايمرجنسي كونتراسبشن يعني هي الست دي جوزها جه من السفر فجاه وهي ما كانتش ماشيه على اي فورم اوف كونتراسبشن، ولا هرمون ولا مركبه اي دي ولا كان معاها كوندوم ولا اي حاجه، وحصل انتركورس كويس، فهي عايزه تاخد ايمرجنسي كونتراسبشن عشان تمنع الحمل. ايه اللي ممكن نستخدمه؟ ممكن نستخدم حاجه من الاثنين، يا اما هرمون الفور يا اما اي دي هرمون، بس لازم تجي لك ايميديتلي بعد الانتركورس، بعد الانبروتكتد انتركورس، لا يعني لازم خلال 24 ساعه 48 ساعه بالكثير عشان انت تقدر تستخدم لها الهرمون الكونتراسبشن اللي هو ازاي. في ليفونورجسترول راس فيها 75.75 ملي جرام يعني، فهي بتاخد قرصين وبعد 12 ساعه مش مهم الدوزز، هي ليفونورجسترول بروجستيرون اونلي، او لو هي هتستخدم الكومباين ما لقيتش ليفونورجسترول لانه مش موجود، البلان بي اسمه بلان بي مش موجود في مصر، قليل قوي 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 لو لقيته فمش موجود في مصر. فاللي بيستخدموه هو الاو سي بيز اللي هي الكومبايند اورال كونتراسبتيفز، بتشتري شريط من الكومبايند اورال كونتراسبتيفز دول تاخد اربع تقراص مع بعض وبعد 12 ساعه اربع تقراص تانيين، يعني هتاخد في اليوم 8 تقراص بس وخلاص. ده الهاي دوز اوف هرمون اللي انا اديتها وعملت لها ويزدرول ايميديتلي هتعمل ويزدرول بليدنج، فبالتالي حتى لو كان الفيرتلايز اوفر بلاستوسيس دي جت هيحصل لها امبلانتيشن هيحصل لها بليدنج مع الاندوميتريوم اللي هو بيبقى شادد، فدي اسمها ايمرجنسي كونتراسبشن. ايمرجنسي كونتراسبشن بس لازم خلال 48 ساعه، يعني القصه دي ما ينفعش تعملها بعد الامبلانتيشن، لا مش هينفع خلاص، فهو دي لازم يتعمله قبل ما البلاستوسيس تريتش اليوترس اللي هو يعني اول 48 ساعه بعد الانبروتكتد انتركورس. بتاخد اربع تقراص من الاورال كونتراسبتيف بيلز دول وبعد 12 ساعه بتاخد الاربع تقراص التانيين، فدي ذا فورم اوف ايمرجنسي كونتراسبشن. في وسيله اخرى للايمرجنسي كونتراسبشن ممكن الاي دي، ممكن الاي دي. الاي دي بقى لحد 5 ايام، بليز صلحها في الكتاب، لان السنه اللي فاتت جات لهم في الترو اند فورس وقعدوا يقولوا لا مكتوبه في الكتاب 48 ساعه وانتوا كنتوا قلنا لحد 4 ايام ولا 5 ايام، ايوه ما احنا قلناها في المحاضرات وقلناها هنا وقلناها في كل حته وصلحناها في كل حته، بس في الاخر ما اعرفش انتوا يعني وات ايفر، صلحوها في الكتاب، صلحوها في الكتاب. هي الاي دي لحد 5 ايام، الاي دي هي النوتس مكتوب فيها 5 ايام او البتاع اللي انتوا بتقروا منه دي لو انتوا بتقروا منه، وفي المحاضرات مكتوبه في الباور بوينت برزنتيشن انها 5 ايام، وبتتقال في الراوندز انها 5 ايام، وفي كل حته بتتقال، بس الكتاب مكتوبه 48 ساعه، هو طبعا صح 48 ساعه بس اكستندد لحد 5 ايام، يعني لو جات لك اول يوم وثاني يوم ممكن تحط لها اي دي، لحد اليوم الخامس ممكن تحط لها الاي دي خلاص عشان ينتربت الامبلانتيشن، ينتربت الامبلانتيشن، اوكي؟ لان هو البلاستوسيس على بال ما بتوصل هي بتاخد اربع خمس ايام فعلا، فعشان كده دول انت لازم تعملهم شادنج قبل ما تيجي البلاستوسيس فما تلاقيش الاندوميتريوم عشان ما يحصلهاش امبلانتيشن، لكن انت هنا بتعمل
interruption للبريجنسي. حتى ساعات كانوا بيقولوا عليه بره يقول لك ميني ابورشن او لانش تايم ابورشن او واتيفر، ان هي تجي لك تركب لها لولب او تجي لك تعمل لها فيتال اسبيريشن للكونتنتس اللي موجوده جوه اليوترس. فده الايمرجنسي كونتراسبشن. ايمرجنسي كونتراسبشن طبعا بتستخدم، طبعا انتوا دكاتره لو بتستخدموا الحاجه في الطرق السليمه فبتستخدموها لو ايمرجنسي كونتراسبشن، او في الريك. في الريك طبعا بيستخدم الايمرجنسي كونتراسبشن عشان ما يحصلش بريجننسي اوت اوف ريك. فده بالنسبة للكونتراسبشن كلها. المرة الجاية هناخد البرولابس. عايزة الامتحان، ادوني الامتحان عشان هديه لكم ان شاء الله يوم السبت ونصححه مع بعض لو لحقنا السبت او الثلاثة.